بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. اقترب العد التنازلي لمباراة المصير، مباراة فارقة الحقيقة بالنسبة لكرة القدم المصرية. حلم المونديال بالتأكيد لا يغيب عن أذهان وقلوب وعقول جماهير كرة القدم المصرية بخلاف انتماءاتها، بمختلف انتماءاتها. أكثر من 100 مليون مشجع مصري هيلتفوا يوم الجمعة القادم الساعة 9:30 بالليل حول المنتخب المصري لكرة القدم. الناس كلها هتقعد تستنى إيه اللي هيحصل يوم الجمعة. الناس كلها من النهاردة الحقيقة أنا شايف إن في شدة حلوة. الحاجات دي أنا يعني اللي لعب كرة قبل كده يحس بمثل هذه الأمور. اللي أنا سامعه وشايفه في الشارع النهاردة طول النهار الواحد بيلف، يعني انا جبت مصر من او القاهره من اولها لاخرها تقريبا النهارده، كان عندي مشاوير كتيره جدا. كل المشاوير اللي انا رحتها شايف ان في شده حلوه. الشده او الاحساس او الفايبس اللي طالع من الشارع المصري كله تفاؤل. كله بينتظر يوم الجمعه. الناس بتتكلم مع بعض، هنروح اللي هيروح الماتش يقول لك هنروح الماتش امتى؟ ازاي؟ التذاكر فين؟ هنعمل الفان اي دي فين؟ بتذكرتي بتعمل ايه؟ كذا الدنيا. اللي مش هيروح الماتش طيب هنقعد في بيت مين؟ هنتفرج على الماتش فين؟ عايزين نبقى قاعدين كلنا مع بعض عشان نشجع، علشان ربنا يكرمنا، عشان بعد الماتش لو ربنا كرمنا نطلع نلف في البلد ونشوف الدنيا ونفرح ببلدنا ونفرح بمنتخبنا. على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة جدا اللي بتمر بيها وزي ما حضراتكم عارفين وشايفين، ولكن في النهاية المنتخب ده شيء مختلف، الأمور ماشية بشكل مختلف وبشكل غير الطبيعي. بقول لحضراتكم في فايبس كده أو يعني ذبذبات بتطلع بتحسسك بالتفاؤل من مشيتك في الشارع، من نظرتك للناس. هتقول لي يا عم إيه اللي أنت بتقوله؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام، والله يا جماعة صدقوني الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده حضرتك بتحسه. لما تيجي انت راكب ميكروباص وقاعد جنب صاحبك وبتقول له، هتلاقيه بيتكلم، او واحد ما تعرفوش هتلاقيه بيكلمك يا ترى بكره او يوم الجمعه كيروش هيلعب ازاي؟ 100% هتتكلموا في كده لو فتحتوا اي موضوع. لو انت راكب عربيتك وواقف في اشاره طويله شويه وفتحت العربيه واتكلمت مع اللي جنبك هتتكلموا عن المنتخب. الكل في الاخر احنا كلنا مصريين، كلنا بنحب بلدنا، مفيش حاجه اسمها تعصب، مفيش حاجه اسمها اهلاوي، مفيش حاجه اسمها زملكاوي امام البلد، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. امام البلد وامام منتخب مصر مفيش حاجه اسمها الكلام ده، كله حاطط ايده في ايد بعض وكلنا بننسى انتماءاتنا، كلنا ما بنفكرش غير في حاجه واحده. ازاي ان شاء الله ندعم ونساند؟ ده دورنا، ده دور الجمهور المصري، ده دور ال 100 مليون. بلاش نسميها مباراة ثأرية أو مباراة رد الاعتبار عشان خسرنا يعني نهائي بطولة الأمم الأفريقية في فبراير الماضي. كل الكلام ده بيزود من الضغوط اللي على اللاعبين والجهاز الفني. سيبك من إن هي مباراة ثأرية وكذا، الكلام ده كله كلام بيزود الضغط، ولكن هي 90 دقيقة أو 180 دقيقة، أنا بشوفها 180 دقيقة، 90 دقيقة يوم الجمعة اللي جاية. يوم الجمعة اللي جاية هي بداية الساعة 9:30 هنبدأ المباراة، هنساند لعبتنا من الساعة 9:30 لغاية الساعة 11:30 وهنفضل وراهم وفي ظهرهم في كل حاجة. لا بديل عن إن احنا نفضل ندعم ونساند منتخبنا. إيه اللي هيحصل في المباراة؟ هنكسب؟ الله أعلم، لا قدر الله حصل حاجة تانية هندعم ونساند لغاية يوم الثلاث اللي بعده، محدش عارف كرة القدم فيها إيه. كلنا ثقة في رجالتنا، عارفين إنهم يقدروا يكسبوا افضل منتخب في افريقيا. خلي بال حضراتكم الجيل الحالي ده واحد من اهم، من وجهه نظر الكثير من المتابعين، واحد من اهم الاجيال اللي جت في تاريخ كره القدم المصريه. طب هو ليه بقول كده؟ بعيدا عن مستوى الدوري المصري وارتفاع قوه كره القدم المصريه خلال الثلاث سنين الاخيره على الاقل، شوف برضو عدد المحترفين المصريين اللي موجودين. في طفرة هايلة دلوقتي بتحصل في هذا الأمر. الأول ما كانش موجود. تخيل حضرتك دلوقتي أن أنت عندك واحد زي محمد صلاح. واحد زي محمد صلاح بينافس على أفضل لاعب في العالم. إمتى حد فينا
وانا واحد من حضراتكم طبعا، حد فينا فكر ان ممكن يجي يوم من الايام ان احنا نفكر ان في حد ينافس ميسي ورونالدو؟ مش بينافس مثلا، لا ده بينافس ميسي ورونالدو. عمرنا ما فكرنا ان ممكن واحد مصري يطلع يعمل كده. محمد صلاح بيخلي الحلم حقيقه، هو قال كده مع في صاحبه السعاد، قال هذا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. بالفعل انا لما باجي اتكلم مع ابني بقول له انا عايز اشوفك زي محمد صلاح. حضرتك لما بتيجي تتكلم مع ابنك بتقوله انا عايز اشوفك نص محمد صلاح، مش انا بقول له كده برضه. فالحقيقه دلوقتي نقدر نتكلم في هذا الامر، دلوقتي نقدر نقول عندنا محمد صلاح في ليفربول، عندنا مصطفى محمد اللي امام حضراتكم في نادي كبير في تركيا، عندنا النني بيلعب في الارسنال، عندنا عمرو السولية واحد من افضل اللاعبين. عمرو السولية لو اصغر من كده كان زمانه بيلعب في اوروبا، خلي بال حضراتكم، ولكن هو بيلعب واحد في تاني اكبر واعظم نادي من حيث البطولات في العالم، في العالم، في العالم. يا عم اسلام ما تزودهاش كده، لا هو دي الحقيقه على فكره، انا ولا بزود ولا بقلل، انا ولا بزود ولا بقلل، انا بقول لحضراتكم ان ده تاني افضل نادي في العالم من حيث البطولات، وده مش اللي انا بقوله، يعني رقم واحد ريال مدريد، رقم اتنين النادي الاهلي، مش كلام وخلاص يعني. فبالتالي لا، عندنا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي يقدروا يعملوا حاجه. طيب خلينا نروح ايضا لواحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقه، وصغير صغير سنا ولكن كبير مقاما الحقيقه، وهو المدير الفني الكبير كابتن احمد سامي، مع المدير الفني لنادي سموحه. كابتن احمد سامي ازي حضرتك؟ لا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ وكل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي، وعقبال 100 سنه، ويعني دايما نشوفك على خير ودايما سعيد وفرحان ومبسوط. سامي عايز اسالك عن منتخب مصر الاول، ايه اللي حصل قبل بس ما اتكلم عن منتخب مصر؟ لانه انا المباراه بتاعت فيوتشر الاخيره امام سموحه اتفرجت على 10 دقايق ربع ساعه اللي هي الاخيره. انا حتى لما كنت بتكلم كنت بقول ان انتوا ضيعتوا في ال 10 دقايق اللي انا شفتهم دول 3 اهداف. الكره اللي جت في العارضه بتاعت مروان ورجعت لحارس المرمى بتاع فيوتشر، وبعدها كره ثانيه لمروان. فرص كتير في الماتش في ال 10 دقايق، انا ما اعرفش الماتش كله، ما اتفرجتش عليه كله، لكن ال 10 دقايق دول ايه اللي حصل في هذه المباراه يا كابتن احمد؟ هو ما كانش يومنا في الماتش ده، وكنا برضو ضيعنا فرصه اول 10 دقائق من على خط الجول، الجول فاضي. كان نادي فيوتشر برضو فرقه كبيره، لعيبه امكانيات كبيره جدا، احنا ضيعنا فرص، وكان لعيبه اغلب اللعيبه ما كانش في يومها، وده وارد بتحصل في جميع الانديه، بس الحمد لله يعني الفتره الجايه ربنا يسهل الدنيا تبقى احسن يعني. بعدها على طول كسبت دمنهور في الكاس على ما اتذكر. مظبوط؟ مظبوط. طيب خلينا نروح ليوم الجمعه يا كابتن احمد. يوم الجمعه مباراه مهمه جدا، الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الوطني في مثل هذه المباراه. من وجهه نظرك الاول، وانا هنا مش عايز اتكلم عن قائمه واختيارات قائمه والكلام ده، ولكن انا بتكلم بشكل عام، كيف ترى كارلوس كيروش واختياراته من وجهه نظرك؟ انا من وجهه نظري يعني مستر كيروش مدرب كبير وعمل حاجات كويسه مع المنتخب، انا شايفها جدا، وعلى حتى المستوى الخططي بقى فيه شكل للمنتخب، شكل خططي للمنتخب، طريقه بالمنتخب بيلعب بيها ثابته، افكاره عايز يطبقها. طبعا خدت وقت منه، وبس احنا برضو شفنا الفرق كانت متماسكه دفاعيا بشكل كبير جدا، وكان بيعتمد على التحولات الدفاعيه، التحولات الهجوميه في بطوله امم افريقيا. لكن انا من وجهه نظري الشخصيه يعني ان زي ما انت عامل حساب كبير جدا للسنغال، السنغال عامل حساب كبير، خصوصا ان السنغال يعني حتى في الماتش اللي انت لعبتها فرقه عندها مقاومات وقدرات فرديه وجماعيه قويه جدا، ولاعيبه بتلعب في احسن انديه، وعندهم كميه لعيبه، مش لعيب او اثنين، عندهم كميه لعيبه محترفه، بس هم عاملين حسابك بشكل كبير، وخصوصا ان برضه في النهائي هو ما كانش وان سايد جيم للسنغال ولا حاجه، احنا هم برضه كسبونا بالبنالتيات في الاخر. فيعني انا قصدي ان زي ما انت عامل لهم حساب بشكل كبير، هم عاملين لك حساب، هو ماتش بياخدك على حاله اللعيبه، حاله الجهاز الفني وقتها،
هتقدر يعني تديك انطباع. لكن هو احنا اللي عايزين نقوله، احنا المفروض يبقى في دعم بشكل كبير جدا، مش دعم 90 دقيقة زي ما انت قلت او كده، لا دعم على طول بعد حتى الماتش ماتشين بشكل كبير جدا. وانا من وجهة نظري الشخصية ان فرصتك مش قليلة ان تتأهل كأس العالم، فرصتك برضو نسبتها متساوية مع نسبة السنغال، انا من وجهة نظري الشخصية. بس هو القصة كلها الناس فاكرة او عندها افكار، الناس الجمهور العادي فاكر ان طبعا الماتش هيبقى على ارضك وانت تلعب بقى جيم مفتوح وتهاجم وتضغط والكلام ده. انا بكلمك اللغه اللي الناس ده انا بسمع ارقام يا احمد، يعني ايه ان بيكسب، عايزين نكسب 2 و3 يعني. يعني ما هو ما فيش حاجه بعيده عن ربنا طبعا طبعا، لكن انا بتكلم لكن فنيا بقى. احنا بنتكلم على الورق. لا انت خلي بالك السيناريو بتاع الماتش اللي على ارضك هو يشابه بنسبة كبيرة السيناريو اللي هتلعبه في السنغال. برافو عليك، صح. فحتة التوازن الدفاعي والهجومي ده مهمة جدا. حتة الجمهور هيمثل ضغط عليك بشكل كبير، بالتزامك الخططي هو ده اللي هينجحك. لكن الاندفاع من غير ويتفضي مساحات، عندهم قدرات فردية في الهجمات المرتدة مش طبيعية، فتقدروا يستغلوك في ظهرك بشكل كبير جدا. فأنا عايز أقول لك ان من الشكل الخططي بتاعك هو هيبقى مشابه للشكل الخططي في السنغال. مهما كانت النتيجه يا كابتن. نعم، مهما كانت النتيجه في مصر، يعني مهما كانت النتيجه في مصر والنتيجه وانت ازاي هتضغط في مصر، ما هي القصه كلها ضغطك ازاي على السنغال. بصراحه لا يكون في عون المدربين، يعني عارف، يعني انا بقعد افكر كده، هو يوم الجمعه انا عايز اجيب جون وفي نفس الوقت ما يخشش فيا جون، وبلاعب فريق من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا. التوازن ده صعب، يعني مش صعب لكن يعني يتعمل ازاي يعني؟ لا ما هو في حاجه اسمها انت هتعمل ايه؟ انت مجهز سيناريو للماتش، وسيناريو الماتش ده مش سيناريو 90 دقيقه، سيناريو ربع ساعه، في ربع ساعه، في 45 دقيقه، في 80 دقيقه، يعني السيناريو بيبقى انت ازاي بقى هتضغط؟ ما هو القصه كلها ضغطك ازاي؟ لو انت ضغطك متقدم هيبقى وقته قد ايه؟ لانك انت مش هتقدر تعمل ضغط متقدم فترات كبيره. صح. طيب انت ضغطك بالثلاث خطوط ولا هتعمل خطين ديلي وخط واحد هيضغط وتستنى عشان لو حصل الضغط اللي قدام ده اتضرب يبقى في خطين يحموك. طب انت كمان هتضغط بمجموعات ضغط ولا بخطوط؟ فالقصه كلها على حسب مستر كروس. كروس مدرب كبير ويعني يعلم اللي انا بقوله ده، لان كل المدربين الاجانب الكبار بيفهموا القصه دي. أي. انا عايز اقول لك يعني انت مطالب ان انت تدعم المنتخب وما تتفلسفش وتنظر على المنتخب. ايوه، لان ايوه، لكن الفلسفه والتنظير واحنا نكسب 3 المفروض وفرق 3 او فرق 2، لا انا عايز اقول لك ان الماتش هيبقى هنا زي هناك. هنا زي هناك، يعني انت هناك برضو هم مش سهل يكسبوك، هيعملوا ضغط متقدم، عندك سرعات برضو تضربهم في مساحات بضهرهم. يعني قصدي ايه؟ هيبقى في توازن من الفرقتين، هيبقى ماتش يعني انت شايف 50 50 الماتش. حسابات، هيبقى حسابات كبيره جدا للمدربين، والحسابات الكبيره جدا على المدربين هتنعكس على اللعيبه والتزامها الخططي. لكن يعني انا شايف ان ندعي ان ربنا يكون معانا، اللعيبه بتكون في حالتها. أيوة. اهم حاجه اللعيبه تكون في حالتها، وان شاء الله نعمل نتيجه تخلينا مطمئنين. لكن اي نتيجه هتعملها مش هتبقى مطمئن برضه. ما انا كنت هسالك عن النتيجه، هل هدف واحد يكفي؟ يعني لو كابتن احمد سامي هو المدير الفني بالنسبه له في مباراه زي دي، هدف واحد في مرمى منتخب السنغال يكفي ان انت تروح تلعبه هناك بهذا الهدف؟ تعادلت، افرض تعادلت، يعني ايه المشكله برضه؟ ايوه، انت عندك ماتش 90 دقيقه هناك برضه. ايوه، فممكن تجيب جون هناك، يحصل توتر عندهم، تقدر يعني قصدي عايز اقول لك حته على ارضي وعلى ارضك انتهت الموضوع برضه، يعني ما بقاش زي الاول. فيعني الحسابات وال كلام الجمهور هيمثل ضغط وكل حاجه، لكن في نفس الوقت اول ما الماتش بيشتغل، وانت كنت لعيب كبير ودولي وعارف ان اول ما الماتش بيشتغل خلاص الموضوع بتبقى فيه بقى الحسابات المدربين وحسابات اللعيبه، وانت بتلاعب لعيب ازاي. وخلي بالك حته تحليل الاداء واللعيب، انت لعبت السنغال قبل كده، واللعيب اللي لعب قدامك هتبقى انت عارفه وطريقه لعبه ازاي وسرعاته ازاي، وانت عملت فرق في المساحات قد ايه،
وهتقدر تقابله ازاي؟ يعني هتبقى الموضوع برضو بالنسبه للعيبه اسهل من ان انت ما تكونش لعبتهم قبل كده. فانت الخطه خدتها خلاص يعني. وبعدين ده ما كانش من بعيد، ده من شهر ونص تقريبا. بالظبط. فهم اللعيبه يعني، مش هيجيبوا لعيبه جديده يعني، هم اللعيبه بتاع السنغال. فانا قصدي ان انت مطالب النقاط، مطالب الجمهور ان هو يدعم المنتخب بشكل كبير. وانا من وجهه نظري اقول لك حاجه يا اسلام، ويمكن يعني هتبقى يعني غريبه شويه يعني. انا من وجهه نظري بغض النظر عن نتيجه الماتش، وصلنا كاس عالم او وصلناش كاس عالم، مستر كروش يفضل موجود. والله؟ والله. يعني انت بتتكلم هنا عن مشروع متكامل مع هذا الرجل. لا، الراجل ده انا شغلتي واقدر اعرف الراجل ده بيعمل حاجات كويسه كتير جدا. يمكن حته الجمهور بيحب الكره الحلوه والجميله والكلام ده، بس الكلام ده ما بقاش موجود. يعني ايه ما بقاش موجود خالص؟ يعني ايه لازم يعني حته انت اداء ونتيجه دي بتيجي فترات، لكن لو انت صبرت على المستر كروش وخليته موجود وبتاع، هيعمل لك جيل كويس جدا، هيطلع لك لعيبه، لانك انت عندك لعيبه. خلي بالك عندك موجود اللعيبه اللي موجوده منتخب مصر، وفي منتخب اولمبي، وفي منتخب، يعني عندك لعيبه ممكن يطلع منها حاجه. فانا من وجهه نظري احنا في ضغط على اللعيبه وكل حاجه، ان احنا عايزين نوصل كاس عالم ونستنى نوصل كاس عالم، بس انت في الاخر ما تتعاملش بالقطعه، لان التعامل بالقطعه في اي مجال ده قمه الفشل. صعب جدا. طيب. طبعا. على الجانب الاخر يا كابتن، لو حضرتك شايف او انت اللي بتلعب هذه المباراه كمدير فني، هتختار مين؟ يعني هل هتبدا بالشناوي ولا هتبدا بابو جبل؟ بالنسبه لك عمر كمال لما يلعب باك رايت، هل عمر كمال في مثل هذه المباريات كباك رايت ما بيلعبهاش بقى، يعني مش شغلته الاساسيه ان هو بيلعب باك رايت، ولكن هو في الفتره الاخيره بيلعب باك رايت، عمر جابر اللي موجود مكانه، يعني تفكر في الموضوع ازاي؟ هي يعني مفيش حاجة اسمها يعني، أنا مش عايز أقول تشكيل، أصل أنا من وجهة نظري برضه هو مستر كروش، أنا مش عايز أمثل ضغط على اللعيبة إن أنا اخترت لعيب معين وهو المفروض كان هيلاعب لعيب معين، فيبتدي يتقال إن مثلا إن أنا يعني إيه، اللعيبة خلي بالك بتتفرج. طبعا. أنا يعني أنا داعم للفرقة بشكل بأي خط، بأي حد، بأي حد، أي 11 يلعبوا يعني. أي 11 يلعبوا. لكن أنا في نفس الوقت بقول لك هي منظومة. مفيش حاجة اسمها إن ده بيدافع كويس وده بيهاجم كويس. هي الخط منظومه دفاعيه بتاعت الخط ومنظومه دفاعيه بتاعت الفرقه ككل. انت خصوصا بتلعب بثلاثه ديفندر، حتى عمر كمان لو لعب باك رايت هتبقى حاجه كويسه برضه، لانه من الناحيه الهجوميه سريع بشكل كبير جدا، وبيقدر يعمل التحولات بشكل كبير وفي نفس الوقت بيلعب عليه واحد سريع، فيقدر يقفل معاه. بيلعب بثلاثه ديفندر هيحصل كفر من الديفندر الثالث دي ناحيه الجبهه دي. فانا قصدي ان هي منظومه دفاعيه، ما فيش حاجه اسمها واحد بيدافع قوي قوي وما بيعرفش يهاجم. واحد بيهاجم كويس قوي وما بيعرفش يدافع، دي بتبقى حاجه وحشه في الكوره. طيب. لكن انا مش شايف ان يعني ان اللعيبه مستر كروش مش هيغير كتير عن الشكل اللي كان موجود في امم افريقيا. طيب كابتن، هو اللي كان بادئ امم افريقيا. كابتن سامي، المباراه دي بالنسبه لك 90 دقيقة ولا 180 دقيقة؟ يعني هو بيفكر في المباراة اللي جاية بس، ولا في المباراة القادمة كمان اللي هي يوم الثلاثاء؟ هو بيفكر المباراة، طبعا بيفكر على 180 دقيقة، بس هي ما تتاخدش كده بالنسبة لنا. أيوة. كمدربين باكج كده. الوان بيفكر في ال 90 دقيقة الأولانية هيعمل فيها إيه؟ لأن تقسيمة ال 90 دقيقة فيها تفاصيل كتير قوي يا كابتن إسلام. تفاصيل كتير قوي. يعني معنى كلامك ده ان هو بيفكر في 90 دقيقة اللي جاية بس الأول، وبعد كده يحلها الأول. وبعد كده طبعا بيبقى فيه أفكار مختلفة. اوكي. على حسب نتيجة الماتش ده. لأن هو إيه، طب افرض أنت يعني إيه، أنت كسبان، هيبقى أنت أفكارك زي ما أنت مثلا خسران الماتش اللي على أرضك؟ لا، هتبقى أفكار مختلفة. أيوه. أنا قصدي أولا لازم الفكر الأول يتحدد في 90 دقيقة دي أنا هعمل إيه؟ وبناءً عليه هعمل إيه في 90 دقيقة الماتش السوداني. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله يا كابتن سامي، أنا بشكرك شكراً جزيلاً. لا بس أنا عايز أقول لك حاجة يا كابتن. اتفضل يا كابتن، اتفضل. يعني برضو أنا عايز أقول كلمة أخيرة. يا رب اتفضل. إحنا بندعم وكل حاجة، بس مش نهاية العالم إن إحنا نوصل كأس عالم، ومش نهاية العالم إن إحنا ما نوصلش كأس عالم. أنا برضو لازم تحط الحتة دي بين قوسين، مش نهاية العالم في أي حاجة. لأن دي كلها احنا هتبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا نروح كاس العالم، وهتبقى حاجه
مش كويسه ان احنا ما نوصلش كاس العالم، بس مش نهايه العالم يعني. يعني انت بالنسبه لك مش مهم توصل، او يعني بالنسبه لك ان انت مهم تكمل ان انا المشروع. اوصل. مهم ان انا اوصل جدا، وحاجه تفرحنا كلنا كشعب مصر وكل المهتمين بالكوره. وبرضه هنزعل لو احنا ما وصلناش، بس مش نهايه العالم يعني، مش القصه مش تهد نفكر في اللي جاي بقى، المعبد كله. صح، نفكر في اللي جاي. بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن احمد سامي، المدير الفني لفريق نادي سموحه. زي ما قلت لحضراتكم، الكل بيدعم، الكل بيساند. يا نهار ابيض يا جماعه، ده انا معايا تليفون من واحد من الرموز الكبيره جدا في عالم كره القدم. يعني بالنسبه لي التليفون ده انا بقالي كتير جدا ما اتكلمتش معاه كمان، فيعني فرصه سعيده جدا ان انا اتكلم مع احد اهم رموز كره القدم المصريه، النجم الكبير كابتن علي ابو جريشه. كابتن علي، ازي حضرتك؟ ويعني سعداء جدا 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 بوجود حضرتك معانا. ازي صحتك؟ ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك الحمد ايه؟ الحمد لله يا اسلام، الحمد لله. حضرتك وحشني جدا جدا والله. الله يخليك، وانت والله يا اسلام. ويعني دايما بيوحشنا صوتك وبيوحشنا. لا بس انا متابعك، انا بشوفك متابعك. ربنا يخليك يا كابتن مصر، ده شرف لينا. الله يخليك يا اسلام. اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله يا كابتن. يعني كابتن علي، عايز اسال حضرتك، انا مش هاخد حضرتك في اسماعيلي، ومش هاخد حضرتك في اهلي، ومش هاخد حضرتك، لا، لكن انا هاخد حضرتك في منتخب مصر. منتخب مصر الكل دلوقتي بينظر لهذه المباراه، ومهمه قوميه لينا كلنا الحقيقه، من اول اصغر واحد في شعب مصر لغايه اكبر واحد، وبالتالي راي حضرتك في مباراه يوم الجمعه القادم. ما هو طبعا اسلام، لما 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 يبقى المنتخب يبقى كل الانديه يعني خلاص، يعني التارجت كله منتخب دلوقتي، كله طبعا مع منتخب مصر، وكل قلوبنا مع 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 المنتخب ومع لاعبتنا. فطبعا ده يعني اي حاجه بعد كده بتيجي بعدين، لكن طبعا الاساس المنتخب مصر طبعا. طبعا الماتش اسلام، انت بتلعب مع فرقه برضو من الوزن الثقيل، يعني ما هياش فرقه قليله. انت بس هم مكشوفين لينا، وكيروش طبعا لعب ضدهم اخر ماتشات في افريقيا، كانت مع السنغال ولعب ضدهم، وعارف يعني عارف كل كبيره وصغيره عن فريق السنغال. يعني دي حاجه غير لما يبقى حاجه مجهوله وانت لسه خايف من المجهول وكده، لا انت راصد الفرقه وعارف تعرف تلعبها ازاي، لانه الراجل بصراحه خد خطوات حلوه، وشايف ان هو موفق في خطواته الى حد بعيد، وعنده فكر كويس. فاتمنى ان هو يوفق باذن الله في 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 المهمه دي، وفي اختيار العناصر اللي يبدا بيها المباراه، وكمان العناصر اللي تبقى موجوده معاه اللي ممكن جدا يدفع بيها في اي وقت. لا شك ان فريق السنغال فريق تقيل، كل امل السنغال النهارده ان يعني اليو سي سي بيفكر طبعا في البدايه، ان وهو لعب اصلا في الملعب ده، لعب في استاد مصر مظبوط، وعارف رهبه انك تلعب في استاد القاهره. فاكيد ان هو في الاول هيبقى يعني مقفل شويه، مع معطلك الدنيا شويه، يحاول يضيق مساحات، يقلب لك، يعدي اول ربع ساعه تلت ساعه، هو يهمه بالمقام الاول انه اذا ما عرفش يكسب ما يخسرش. لكن احنا عندنا مهمه ثانيه خالص تختلف تماما. يعني كيروش عنده النهارده اساس، عاوز المرحله الماتش الاولاني في ملعبنا يستثمر بيك، يستثمر فيه كل الفرص المتاحه. فنتمنى ان اللعيبه توفق، نتمنى ان هو يوفق في التشكيل. نتمنى كمان ان احنا مهاجمينا او لاعبينا برضو انه يوفقوا في الفرص اللي ممكن تيجي، لان فرص في المباريات دي اسلام بتبقى عزيزه، ما تبقاش كتيره. كابتن علي، دايما لما باجي اسال بسال على منتخب مصر، ولكن حضرتك خدتني لاتجاه اخر وهو المنتخب السنغالي. اليو سي سي كيف يفكر في هذه المباراه؟ يعني هل هيبدا المباراه مع مجموعه برضو يا كابتن؟ لما بنسمع الاسماء بتاعتهم وبنسمع الانديه بتاعتهم كلنا بنبقى عارفين ان هم يقدروا من الناحيه، وحضرتك طبعا اللي تقدر تقول لنا هذا الكلام، لانه كلنا هنبقى عارفين ان هم لما يطلب منهم ان هم يلعبوا ضاغط مثلا هاي بريشر او ضغط عالي هيلعبوا ضغط عالي، لما يقول لهم ارجعوا ورا هيرجعوا ورا. من وجهه نظرك كيف سيبدا اليو سي سي في هذه المباراه؟ ما انا قلت يا سام، هو هيبدا متحفظ في الاول، متحفظ على اساس ان انت طبعا، لانه انت بتلعب في استاد القاهره، وعارف ان الهوم تيم لما تلعب في ملعبه بتبقى فيه حماس زايد.
هو عاوز يمتص الحماس ده لغايه ما تهدى رتم المباراه ويبتدي يشتغل. طب هل ممكن يبدا يا كابتن العكس؟ يعني هل ممكن يبدا؟ طبعا. ايوه، لانه اسلام عنده ادواته. بالظبط، هو عنده ادواته. يعني النهارده ممكن يعمل كده وفجاه تبص تلاقي يعني اكيد وهو بيخطط وبيعمل التاكتكس بتاعه مش هيعمله كله دفاعي وهو عنده ساديو ماني وعنده مجموعه مهاجمين على اعلى مستوى. فمش هيعمل كده. فطبعا هو بيقفل وكده، لكن عارف يعمل ويخطف امتى، لان هم برضو يعني عندهم حته المرونه في حته التحول من موقف لموقف. عنده مرونه شديده في لعيبته، قادره قوي انها تحول من موقف لموقف، من موقف دفاعي للهجومي بسرعه، وبيعتمد كمان كتير على الهجمات المرتده لانه عنده سرعه. عنده من ناحيه الشمال بيحط طبعا ساديو ماني، واحنا شفنا اكتر من مره هو بيركز عليه طبعا، بيركز على ساديو ماني في الكرات السريعه المرتده اللي هي بتتلعب طويله، مش اللي منقوله من نص الملعب والهجمه المنظمه، لا. الحاجات المفاجاه والمباغته بيتلعب على ناحيه ساديو ماني. نعم. كابتن علي، برضو لما يبقى عندك مجموعه اللاعبين اللي موجودين في المنتخب المصري، لانه الحقيقه دلوقتي الكل بيقول لك يعني النسب ما بين السنغال، منتخب السنغال والمنتخب المصري 50-50، هل حضرتك مع هذا الرأي؟ لا، بس ضيف عليها بقى انك تلعب في ملعبك، انت بتلعب في ملعب وسط جمهورك. لازم النسبة عندك هتزيد. هل ده يؤثر على المجموعة اللي موجودة في السنغال يا كابتن؟ يعني مجموعة اللاعبين اللي موجودين في السنغال يعني؟ طبعا يأثر، احنا بشر برضه، هو بيشوف الموقف ده يعني بيهتز. صحيح كلهم لعيبه في انديه تقيله. أيوة جدا. ايوه طبعا. طبعا، ومتعود على انه يعمل كده ومتعود، لكن انت برضه مش انت هتاخد مبادره وهتاخد مبادره وهتبتدي تشتغل وهتلعب، وده لازم هو هيبتدي عاوز يقلل الفرص اللي ممكن تتاح ليك، عايز يضغط عليك، عايز ده انت هتاخد جزء كبير من تفكيره مهما كان ان هو لعيب جامد ولعيب. طب احنا لعبنا معاهم اسلام وماتشنا انتهى 120 دقيقه 0-0 0-0، رغم ان انت كان عندك مشاكل برضو، غياب حجازي، غياب اكرم توفيق، غياب بعض اللعيبه اللي ما قدرتش تلعب، عمر كمال غاب مره، فتوح غاب، يعني في لعيبه بتقول ما انت بتلعب بتغيب وبتقع منك. ومع ذلك الفريق، ودي ميزه كيروش الحقيقه، انه دايما عنده البديل وما بيرتبكش في الامور دي. يعني لما وقع راح مدخل اشرف، ايمن اشرف مدخله مساك. يعني عنده الحلول دايما، يعني عنده وبيجرب اللعيب في اكثر من مكان، فدي برضه ميزه عنده ان هو الراجل متماسك وبيعرف يتعامل. انت قابلت ظروف صعبه جدا في ماتشك مع السنغال اللي في النهائي الافريقي، النهارده الظروف احسن بكتير. فالجو لا، الوضع متغير، ومع ذلك هو ما قدرش يكسبك. يعني 120 دقيقه ما قدرش انت يعني هو كسب ضربات جزاء. اذا انت اللعيبه كلها دلوقتي عندها ثقه في نفسها لما تلعب مع ضد السنغال. صحيح الماتش مهم غايه في الاهميه لانه ده يوصل كاس عالم، لكن اوريدي يعني اللعيبه النهارده لعبت ضدها ولعبت ضد السنغال وواقفه على رجليها وعارفه تتعامل ازاي. طيب كابتن علي، طريقه 4-3-3 هي الطريقه المتبعه بالنسبه لكارلوس كيروش خلال الفتره السابقه، يلعب بيها برضو، ولا هل من الممكن عشان انت بتلعب في وسط بقى جمهورك وعلى ارضك وكده، يعني بيبقى اقرب ان انت عايز تجيب جون عشان تكسب هذه المباراه؟ أيوة. عشان تروح هناك اقل، او يعني تبقى النسب قريبه من بعض. هل حضرتك شايف ان هو يغير من طريقه 4-3-3 ولا هي دي الطريقه؟ مش هيغير، لكن ممكن ندي تكليفات للاطراف انها تزيد في الوقت المناسب. يعني 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 يقدر يدي التكليفات بتاعته للناحيه الهجوميه من الاطراف. زي مثلا ما شفنا فتوح بيعدي بيروح عمر كمال ده هيديهم تكليفات مؤكده. ايوه. انما هنا الشكل ما يهمش قد ما انت في الملعب بتتعامل ازاي وتتحول امتى. طيب يا كابتن، هنا يلعب بثلاثه فلات في وسط الملعب، يعني اللي هو حمدي فتحي والنني وعمرو السوليه، ولا حضرتك شايف واحد زي زيزو يبقى موجود في وسط مثلا؟ لا، انا هنا بقى هي النقطه دي، ان لازم يبقى في حد مايل مسانده هجوميه اكتر. هي دي، لا ما اقدرش العب بثلاثه فلات في ملعبي. يعني انا بشوف ان دي بره ملعبي ممكن. انما في ملعبي لا، انا عايز ادعم الحته الهجوميه، لان انا برضو عايز يعني المسعى بتاعي ان انا اجيب جول، اجيب اثنين، يعني ليه ما اجيبش؟ انا ده ملعبي وجمهوري وفي وسط ارضي، فانا استثمر الفرصه دي. فلازم يبقى في حد مساند قوي
للناحيه الهجوميه في وسط الملعب، يعني يلعب اثنين وفي واحد بيساند. افضل زيزو يعني، افضل يعني زيزو. الاقرب ان حضرتك مثلا يلعب اثنين من الثلاثه اللي بنتكلم عنهم، من نني وعمرو وحمدي، يلعب اثنين منهم والثالث يبقى زيزو. وزيزو وزيزو ثالث. ومحمد صلاح ومرموش ولا تريزيجيه؟ محمد صلاح ومرموش عنده خيارات. بص يا سام، كل ما كان عندك عدد من اللعيبه كل ما بيريح المدرب. يعني النهارده لما يبقى عندك بال يعني دي الحيره اللي بيقول لك عليها الحيره اللذيذه او الحيره المتعبه. أيوة. المطلوبه. الحيره المطلوبه او الحيره اللذيذه ان يبقى عندك خيارات. فانت عندك تريزيجيه عنده خبره اكتر، عمر مرموش لعيب يعني انا شايفه واعد جدا ولعيب واقف على رجله بيعمل مجهود كبير جدا، لانه خلي بالك يا اسلام في البطوله الافريقيه كان بيطلب، في ناس كتيره مش واخده بالها، كان بيطلب من مرموش واجب دفاعي قوي. واجب دفاعي مظبوط. ولذلك هو كان دايما يجي عند الدقيقه 70 او 8 او 65 بيغيره. ليه؟ لانه هو طول الماتش شغال مساند لفتوح. انت لو سبت فتوح لوحده تبقى مشكله. فهو النهارده بيطلب الاطراف، بيطلب من الاطراف انها لازم يبقى مسانده للباك. لان انت بتلعب فرقه تقيله بتلعب في المساحات كويس جدا، فانت لازم هتحاول على قد ما تقدر تضيق المساحات عليهم، خصوصا لما يبقى هم مستحوذين تضيق عليهم المساحات. اخيرا يا كابتن علي، لو حضرتك يعني نتيجه هذه المباراه من وجهه نظرك يعني كيف تراها؟ وهل لو كسبنا، لو ربنا كرمنا وكسبنا 1-0، ده السؤال اللي دايما بساله عشان بس يوصل للجمهور ان 1-0 دي برضو نتيجه يا جماعه مع منتخب السنغال، منتخب اعتقد ان هي نتيجه جيده، ده وجهه نظري، ما اعرفش وجهه نظر حضرتك ايه يا كابتن. لا انا معاك 100%. انا مجرد بس اطلع من هنا اروح لهم اكون انا كسبان، مش اكون متعادل. يعني مع ان الكوره فيها برضو وفيها كتير، لكن انا يهمني اطلع من هنا كسبان حتى لو ب1-0. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا. كل التوفيق ليهم والله، ربنا يعني يوفقهم ونستثمر الفرص المتاحه. ومصطفى طبعا محمد مهم جدا، تركيزه يبقى عالي طبعا قوي، لانه يعني برضو ادى في البطوله الافريقيه لكن يعني منتظر منه في المباراه دي اعلى بكتير من الماتشات اللي فاتت. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن علي، وقد ايه الواحد سعيد لما بيلاقي حد بالقيمه والرمز الكبير الكابتن علي ابو جريشه موجود معانا على الهواء مباشره. فانا بشكرك جدا 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 يا كابتن علي على وجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا للنجم الكبير ورمز كره القدم المصريه والنادي الاسماعيلي السابق كابتن علي ابو جريشه. الحقيقه كلام مهم جدا قاله كابتن علي، وكلام مهم جدا قاله كابتن احمد سامي برضو قبل ما يخش معانا كابتن علي. ولكن في النهايه الكل بيتفق على شيء واحد، ان يجب ان يكون هناك دعم ومسانده كبيره لمنتخبنا الوطني. مفيش حاجه اسمها اسماعيلاوي، مفيش حاجه اسمها اهلاوي، مفيش حاجه اسمها زملكاوي، ولكن الكل دلوقتي بيتحد في طريق واحد، وهو كيفيه تشجيع ومسانده ودعم منتخبنا الوطني. شعار واحد فقط هو شعار مصر الجديده، الجمهوريه الجديده. ان شاء الله دائما تحيا مصر، ان شاء الله دائما تحيا مصر. مصر بتتقدم في كل المجالات، عشان كده نفسنا الحقيقه نشوف كده في كره القدم. عايزين ان شاء الله تبقى للمره الثانيه على التوالي قد ايه الفرحه يوم الجمعه لو ربنا كرمنا. طبعا الفرحه هتبقى اكبر وكتير بكتير ان شاء الله يوم الثلاث يا رب، لو لينا نصيب ان احنا نصعد الى كاس العالم. ولكن اعتقد ان فرحه الجمعه هتبقى فرحه كبيره جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا بهذه الفرحه، لان الشعب المصري يستحق. الشعب المصري يستحق فرحة، وإن شاء الله تبقى أولى الخطوات أو الخطوة القبل الأخيرة إن شاء الله للوصول إلى كأس العالم. الوجهات النظر الفنية مش عايز أتكلم فيها كتير، ولكن الخبراء اللي بنجيبهم لحضراتكم هم اللي بيتكلموا. لكن الناس كتيرة جدا استغربت عدم وجود بعض اللاعبين، أحمد عبد القادر، محمد شريف، مهند لاشين، ولكن في النهاية خلاص دلوقتي كلنا بنتكلم في كيفية المساندة، بنتكلم احنا ازاي هنقف خلف منتخبنا. مش هنقدر نتكلم كتير عن استبعاد اي لاعب مهما كان بيلعب في الاهلي او في غير الاهلي، ولكن اللي هيتحاسب مين في الاخر هو كارلوس كيروش. مظبوط. ان شاء الله اي حد عنده اي حاجة عايزين نأجله لغاية يوم 29. الفترة دي فقط المساندة. تأهل لكأس العالم الحقيقة هو المهمة الأصلية اللي جه من عشانها كارلوس كيروش، ده بناء على كلامه
ده اللي اتفق عليه الاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه اللي كانت بتدير اتحاد كره القدم في الماضي. اتفق معاه على ان مهمته الاساسيه هي التاهل لكاس العالم. كانت لسه بقى بطوله كاس العرب ما اتلعبتش ولم تلعب البطوله الافريقيه، والحقيقه هو ادى بشكل جيد او وصلنا للمباراه النهائيه في البطوله الافريقيه وما كانش حد متوقع هذا الكلام. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان كيروش يبقى عارف ومتاكد ان مهمه التاهل لا بديل عنها. لا بديل. لازم ان شاء الله ان شاء الله بعد اذن ربنا ان احنا نصل الى كاس العالم، لانه الكل ينتظر فرحه هذا او الكل ينتظر فرحه خلال الفتره اللي جايه. طب كاميرا البيت الكبير كانت موجوده النهارده في مران المنتخب على استاد القاهره عشان تقربنا او نقرب لحضراتكم الصوره كامله عن استعدادات المنتخب. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي زار المنتخب النهارده بالمناسبه وعمل لقاءات كثيره جدا، هنروح ونشوف ماذا قال دكتور اشرف صبحي ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. أنا بشكركم جدا واهتمامكم بمنتخب مصر فريق قومي، ودي رسالة بنقولها لكل الجماهير المصرية. كلنا لازم نشجع منتخب مصر ونشجع فريقنا، هم عندهم روح معنوية عالية جدا وحاسين بمدى المسؤولية وأهمية المسؤولية. أنا اتكلمت معاهم في الحقيقة كلهم عندهم روح عالية، احنا بنوفر ليهم كل الوسائل واتحاد الكرة معاهم يشوف شغلهم، عندنا جهاز فني ومدير فني على أعلى مستوى، عندنا فريق كويس جدا. ما نقعدش نقول اصل والفريق الثاني، الفريق الثاني احنا في رايي لم نهزم، احنا يمكن اربع مباريات اكسترا تايم والماتش الاخير ما كانش عندنا اثنين باك رايت للاصابات وخلافه، وعندنا الاستوبر الرئيسي وعندنا حارس المرمى الرئيسي مش موجودين، ومع هذا اتعادلنا واكسترا تايم والبناليتيز دي يعني فيها توفيق. فريقنا قوي ان شاء الله رب العالمين، المهم يأدوا بشكل كبير جدا، القدر ده بتاع ربنا واحنا وراء المنتخب القومي، وان شاء الله نتفائل دايما بالخير هنا وربنا يكرم ان شاء الله في السنغال. ده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الحقيقه دكتور اشرف عامل مجهود كبير جدا جدا مع المنتخب ومع كل الالعاب، الحقيقه الراجل في كل مكان بتلاقيه، ويعني ربنا يديله الصحه الحقيقه، ونتمنى ان شاء الله ان هي تكون فرحه، فرحتنا ان شاء الله يوم الجمعه. معلش أنا آسف إن أنا بقول كل شوية هذا الكلام، ولكن الدعم والمساندة دائما ما تكون واجبة. عندنا لقاء آخر مع كابتن ضياء السيد مدرب العام لمنتخبنا الوطني، وبعد كده نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نكمل مع حضراتكم أخبارنا، أخبار البيت الكبير بعد لقاء الكابتن ضياء. فاصل وبعد كده أخبار البيت الكبير. عايز نطمن الناس ونطمن الجمهور ان كل لاعبتنا وكلنا وكل البلد في حاله تركيز شديده جدا جدا عشان المباراه. بعتقد انه لاعبتنا واثقه في نفسها وعارفه قد ايه حلم المصريين بالوصول لكاس العالم، وقد ايه هم ان شاء الله مصممين يلعبوا كره كويسه ووصلوا ان شاء الله لكاس العالم. الشغل شغالين في معسكرنا في تركيز كامل في تحفيظ بعد النقله اللي عملوها في بطوله افريقيا، وانتوا حسيتوا بيها وكل الناس حست بيها ورد فعلها كان كويس. في تركيز شديد ان احنا ان شاء الله نأدي مباراه ترضي جمهورنا وترضي كل الشعب المصري ونوصل ان شاء الله لكاس العالم باذن الله. احنا بنوعد ان احنا روحنا تبقى قتاليه، ان ادائنا يبقى قوي، الهدف كبير جدا. طبعا السنغال فريق قوي وفريق كبير وعنده نفس الهدف، ان شاء الله تكون من نصيبنا الوصول لكاس العالم. دي حاجه كبيره جدا بنشكر عليها كل المسؤولين، لان المسؤولين حاسين بنبض الناس وحاسين قد ايه الجمهور يفرق مع اللعيبه، قد ايه اللعيبه مبسوطه ان هيكون في جمهور كبير جدا يملى الاستاد، وان شاء الله ان احنا ما نخذلهمش ونطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله. مفيش كلام على الاختيارات، احنا بنتكلم دلوقتي على ان كلنا لازم نبقى كويسين. صلاح كويس وحالته كويسه جدا وان شاء الله يلعب ويسجل باذن الله. مش وقته الكلام ان انا اتكلم فيه في المعيار دلوقتي، لان احنا الفرقه دي المختاره كلنا بنثق فيها، وبعتقد ان كلكم لازم تثقوا فيها وتدعموها عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا واللي جاي يبقى احسن باذن الله.
الحقيقه برضو قبل ما اتكلم مع حضراتكم عن الاخبار، عندي جزئيه بقى اللي عايز اتكلم فيها دلوقتي قبل ما اتكلم مع حضراتكم عن الاخبار. اتنين من نجوم فريق النادي الاهلي تحديدا في الفتره الاخيره، سواء قفشه او ياسر ابراهيم. انا قلت لحضراتكم يمكن اتكلمت معاكم على موضوع قفشه ده قبل كده، قلت ان هو عدم اختياره في امم افريقيا من وجهه نظري ان شاء الله ان هو هيكون له دور ان شاء الله ان شاء الله في حاله صعود منتخبنا الوطني لكاس العالم. احساسي الداخلي بيقول ان قفشه هيبقى له دور ودور مهم. وجهه نظري بصمات قفشه الفتره اللي فاتت كانت مع النادي الاهلي واضحه جدا، سواء الحقيقه على المستوى المحلي او المستوى الافريقي الاثنين. عشان كده انا بقول ان اختيار قفشه في التوقيت ده وللمباراتين دول مهم جدا جدا جدا. ربنا رايد يعني ان شاء الله ان هو يكون له دور مع المنتخب الوطني. على الجانب الاخر ياسر ابراهيم، اذا كنت بتتكلم على ان معظم لاعبي منتخبنا الوطني، ده الكلام اللي انا بنشوفه، ان معظم لاعبي منتخبنا الوطني ما كانوش حالتهم بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، وده طبيعي بالمناسبه، بيحصل كثير كتير جدا جدا ان ده يحصل. لكن خلينا نتكلم عن ياسر ابراهيم برضه. ياسر ابراهيم واحد من انا من غير ما اشوفه من غير ما اعمل، وبكره ان شاء الله هحاول اجيب لحضراتكم ارقام ياسر، ولكن ياسر ابراهيم من وجهه نظري، من وجهه نظر الجميع الحقيقه، ان هو افضل مدافع في مصر خلال الفتره الاخيره ما بعد نهايه كاس الامم الافريقيه وحتى الان. عامل شغل رائع جدا، يقدر يحل. يعني ايه يقدر يحل؟ يعني في الوقت اللي انت ممكن تبقى مزنوق فيه ممكن يطلع لك في كوره كورنر او كوره فاول يجيب لك جون. وبالتالي مجدي قفشه وياسر ابراهيم الحقيقه عاملين مستويات رائعه وجيده جدا، خصوصا ياسر الحقيقه عاملين مستويات جيده جدا. عودتهم للمنتخب بتمثل شيء تقل للمنتخب وتقل ليهم طبعا، لان انت في الاخر بتلعب باسم بلدك. فحاجه جميله جدا جدا عوده ياسر ابراهيم ومحمد مجدي قفشه. خلينا نطلع نشوف تقرير عن نجوم الاهلي في قائمه منتخبنا الوطني، ونرجع استعدادا للسنغال طبعا، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه الاخبار اللي عندنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ابدا مع حضراتكم باول اخبارنا النهارده، تفاصيل زياره الشيخه نعيمه الاحمد الصباح للنادي الاهلي. النهارده كان في استقبال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي اليوم بمقر الاهلي بالجزيره الشيخه نعيمه الاحمد الصباح. رئيس مجلس اداره سلوى الرياضي الكويتي، نادي سلوى الرياضي الكويتي، وذلك في حضور المهندسه مي عاطف عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اكدت الشيخه نعيمه الاحمد الصباح انها حرصت على زياره النادي الاهلي خلال تواجدها في القاهره للمشاركه في فعاليات الملتقى الدولي الاول لرياضه المراه العربيه، تاكيدا على العلاقات المميزه التي تربطها بالنادي ومسؤوليه. حيث أكدت على شعبية النادي الأهلي الكبيرة في دولة الكويت، كما أشادت بما تم تحقيقه في كل مختلف وقطاعات النادي الأهلي من نجاحات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، وأشارت إلى أنها تتطلع إلى تعزيز التعاون مع النادي الأهلي للاستفادة من خبراته وإمكاناته الكبيرة في كافة المجالات. وأضافت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح أن هناك أهداف مشتركة بين منظومة عمل الأهلي والملفات التي تهتم بها في دولة الكويت، وأبرزها تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجال الرياضي على وجه الخصوص. وفي ختام الزيارة قامت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح بجولة داخل مقر النادي بالجزيرة، والتقطت الصور التذكارية أمام دولاب البطولات والنصب التذكاري للشهداء وملعب مختار التتش، كما تبادلت الدروع مع الدكتور سعد شلبي مدير التنفيذي للنادي الأهلي، تأكيدا على العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بكافة الأندية العربية وفي مقدمتها الأندية الرياضية في دولة الكويت الشقيقة. الأهلي أيضا بيحذر لاعبي من اختراق الإجراءات الاحترازية لكورونا خلال الأجازة. وجه الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي رسالة تحذير شديدة اللهجة للاعبي فريقه غير الدوليين من خطورة التواجد في التجمعات والأفراح. ليه الدكتور أحمد أبو عبل بيعمل كده؟ لأنه أنت أول ما هترجع من الأجازة عندك 5 6 أيام وهتلعب مباراة تحديد مصير، مباراة الهلال السوداني اللي هتلعب يوم 2/4 ان شاء الله،
هتكون انتهت بقى مباراه السنغال الثانيه ان شاء الله، وبعد كده تلعب مباراه تحديد مصير يوم السبت مش اللي جاي ده، اللي بعده مباراه الاهلي ضد الهلال، وهي مباراه تحديد المصير في وقتها ان شاء الله هنيجي نتكلم عنها. طيب نعود بقى لاخبار منتخبنا الوطني. كارلوس كيروش يحدد 27 مارس موعدا لسفر الفراعنه الى السنغال لخوض مواجهه الاياب. ايضا كيروش بيطمئن على جاهزيه محمد صلاح للمشاركه امام السنغال. الحمد لله كل النتائج والاخبار اللي جايه لنا من معسكر المنتخب، وزي ما حضراتكم شايفين في الصوره اللي حضراتكم شايفينها الحمد لله محمد صلاح هو زي الفل. اتقال ان هو لكن الاجراءات الطبيه دايما كانت مع ان محمد صلاح سيكون متواجدا، وهو تريزيجيه كمان موجود مع المنتخب، وبالتالي ان شاء الله المنتخب يكون جاهز بكامل لاعبيه بكامل لاعبي زي ما حضراتكم شايفين. ادي عمر مرموش، ادي محمود علاء، ياسر ابراهيم، سولية، تريزيجيه، مجدي قفشه، مروان، نبيل دونجا، محمد عبد المنعم، كل اللاعبين الحقيقه دايما بيبقوا موجودين. وزي ما حضراتكم شايفين الكل ما فيش حاجه اسمها ده بيلعب في الحته الفلانيه وده بيلعب في الحته العلانيه، لا الكل بينظر الى اسم مصر وخلاص كل الحاجات دي بره اي تفكير لهؤلاء اللاعبين. قبل معركة الحسم المونديالي، صلاح ضد ماني الغلبة لحذاء الفرعون. الصفحة الرسمية لمنتخب السنغال أعلنت عبر تغريدة خاصة عن حذاء جناح ليفربول الإنجليزي ساديو ماني قبل المواجهة القوية التي لا تقبل القسمة على اثنين ضد منتخب مصر يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 22. يرتدي النجم محمد صلاح حذاء أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لعب به في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 الأخيرة، وتداول نشطاء عبر مختلف المنصات صور الحذاء الذهبي الذي وصفوه بالتاريخي، والذي سيحمل توقيع قائد المنتخب المصري محمد صلاح على غرار كبار لاعبي العالم. وبحسب صحيفة ذا سن البريطانية حينها، فإن حذاء صلاح مستوحى من نفس الحذاء الذي ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2014، ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو. طيب، لجنة من الاتحاد الإفريقي تتفقد تأمين استاد القاهرة قبل السنغال. يعني طبعا هي كلها إجراءات روتينية، ولكن الكل يعلم يعني إيه استاد القاهرة أحسن تأمين، بعد خصوصا بعد اللي شفناه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أمام الكاميرون. فكل يعلم يعني إيه استاد القاهرة، ويعني إيه تأمين استاد القاهرة، ويعني إيه ملعب استاد القاهرة، ويعني إيه جمهور المصري في استاد القاهرة. استاد الرعب والخوف للجميع في الرياضة في كرة القدم لما بيبقى الاستاد ده مقفول. ان شاء الله يوم الجمعه القادم بالليل كلنا نبقى قاعدين وبنتفرج. الامن، ودي مهمه جدا 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 جدا، الامن يضع مدونه سلوك للجماهير قبل مباراه مصر والسنغال. لازم حضراتنا اي حد هيروح المباراه من 50 60 70 الف اللي هيبقوا متواجدين لازم تكون عارف انت رايح تعمل ايه، وما ينفعش تعمل ايه برضه، لانه انت رايح تشجع بلدك بس مش رايح تعمل حاجه تانية. انا رايح اشجع بلدي فقط لا غير، انا عايز منتخب مصر بقياده المجموعه ال 11 اللي هيلعبوا والاربع خمس تغييرات اللي هينزلوا يكونوا انا رايح اشجعهم، ما عنديش حاجه تانية اعملها خالص خالص. كل اللي انا عايزه كيف تشجع منتخب مصر في هذه المباراة. وضع رجال الأمن طبعا قائمة المواد الممنوعة، هتلاقوها طبعا موجودة في كل مكان على الجماهير حملها خلال المباراة. وجاءت القائمة مؤشرات الليزر، عبوات الطلاء، البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر، الألعاب النارية، الشعلات والسجائر وملحقاتها، والمدوخ والسجائر الإلكترونية، والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا. حاجات كتيرة جدا لازم الكل يلتزم. أي حد رايح ومعاه تذكرته في إيديه، فان أي دي بتاعه معاه،
يبقى ملتزم بكل هذه الامور علشان ان شاء الله انا رايح اشجع بلدي، ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب بعد كده حلها الف حلال. الاتحاد السنغالي بيكشف عن اسعار تذاكر مباراه الاياب امام مصر. الدرجه الثالثه 3000 فرنك افريقي تعادل 93 جنيه مصري، الدرجه الثانيه بتعادل 311 جنيه مصري، المقصوره بتعادل 3100 جنيه مصري، كبار الزوار بتعادل 9300 جنيه مصري. اما صحف السنغال ماذا قالت عن مواجهه منتخبنا الوطني؟ اسبوع حاسم للاسود لخطف تذكره مونديال 2022، ده احدى صحف السنغال. ايضا عنونت صحيفه سبورت السنغاليه بطوله قطر العالميه 2022 واسبوع حاسم للاسود. في خبر اخر عنونت الصحيفه مام برام ضيوف الاسود ضد الفراعنه في القاهره يجب ان يقبلوا ان يتحملوا اول 15 دقيقه، واقترح نجم السنغال السابق مام برام ضيوف نجم الاسود تحمل المعاناه خلال الدقائق ال 15 الاولى. ايضا احدى الصحف السنغاليه اتكلمت عن عنوان المكافآت في حالة تأهل ل 2000 كأس العالم 2022 سيحصل كل اتحاد على أكثر من 7 مليارات من الفيفا. ماشي. عموما دي كانت الأخبار اللي عندنا النهارده في هذا اليوم. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين بنحاول دايما نتكلم طبعا عن النادي الأهلي، ولكن زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي الأيام دي أجازة، مفيش أي كلام عن النادي الأهلي، ولكن إن شاء الله إن شاء الله أول ما النادي الأهلي مباراة يوم الجمعة اللي جاية تخلص ومن بعدها مباراة يوم الثلاث إن شاء الله نرجع بقى نتكلم عن النادي الأهلي. خلونا نطلع فاصل بعد نهاية أخبارنا وأخبار البيت الكبير، نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أربعة من أساتذتنا في الصحافة هيكونوا معايا بعد نهاية هذا الفاصل، الأستاذ عبد الحكيم أبو علم، الأستاذ أحمد عويس، الأستاذ محمد أبو علي والأستاذ خالد الإتريبي، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هيقعدوا ينقروني وهيعملوا انا عارف، بس معلش هنعمل لازم ارحب بيهم برضه. ازيك يا عبد؟ ازيك يا بركي؟ الحمد لله. مغير المكان احنا مع بعض. انت مغير المكان؟ مغير المكان اهو، وكلكم مغيرين الاماكن ما عدا خالد. ما عدا خالد انا ثابت دايما. اشمعنى انت يا عم خالد ثابت دايما؟ ما غيرتش المكان ليه؟ ولا ما غيرتش المكان. لا انت كنت الاحادي. انت سبت لي كرسيك، ده حاجه عظيمه بالنسبه لي. بص الثلاثه ردوا عليك. انت سبت لي كرسي. اخر اربع خمس حلقات طلعتهم كان عبد الحكيم بيقعد هنا وانا بقعد هنا. صحيح. اخر اربع خمس حلقات، ده انت طلعت اربع خمس حلقات. انا ما طلعتش من نوفمبر على فكره. ايوه ما انا بقول لك انت كل طلعت اربع خمس حلقات. ازيك يا حبيبي؟ هم دول. ازيك يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله. مبسوط ان انا رجعت مره ثانيه. رجعت اقعد على الكرسي. على السلامه. طب والاستاذ؟ استاذ ابو علي، محمد ابو علي. اسمه يعني اسمه من اسمين وتسع اسامي جنب بعض. ارحب بالكابتن طيب اشكرك. خليه يرحب بس. مش ممكن يا اخي. اتفضل يا استاذ حبيبي. منور يا كابتن اسلام وسعيد ان انا موجود مع حضرتك والله. منورين جميعا. وعندنا مهمه الحقيقه، انا لسه كنت بتكلم مفيش اهلي مفيش زمالك مفيش اسماعيلي مفيش اي حاجه، ولكن في حاجه واحده فقط وهي مصر. طب. الكل بيساند، الكل بيدعم، مش عايزين نتكلم عن اسماء معينه في قائمه منتخبنا الوطني، ولكن خلينا نتكلم عن استعدادات منتخبنا الوطني. كيف ترى استعدادات منتخبنا الوطني حتى الان قبل المباراه بأقل من 48 ساعه؟ بصراحه يمكن الاستعدادات نموذجيه لحد الان. المنتخب قافل كويس جدا على نفسه، المعسكر مغلق، يمكن محدش بيدخل الاوتيل. ده حقيقي، ده نهائي. تمام. حتى ولا حد عايز يصور مع صلاح ولا عم ممنوع. حتى الكاميرات مثلا حد راح يصور ممنوع. يمكن الزيارات بس متاحه في التمرين، كان امبارح تقريبا الاستاذ جمال علام اول ما جه من الجزائر على طول، والنهارده معالي الوزير دكتور اشرف صبحي راح يعني قعد مع اللعيبه مثلا حوالي خمس دقائق ولا حاجه واتكلم معاهم بس، لكن ممنوع ان اي حد يروح الاوتيل. الراجل شغال بشكل جامد جدا، محاضرات نظريه جوه الاوتيل، وبيروح التمرين بيشتغل بيطبق اللي اتكلم معاه نظريا. الموضوع مغلق. وعلى فكره يمكن ناس كتيره بتتكلم ان كارلوس كيروش كان لسه هيشتغل على طريقه اللعب ولا هيذاكر السنغال. لا، الراجل حتى لما راح كان اجازه كان بيشتغل ودرس كويس جدا الفرقه، وجه كل المحاضرات بتاعته مع اللعيبه بتتكلم في هذا الاساس. فانا شايف يمكن كابتن وائل وكيروش عاملين قافلين الدنيا كويس جدا،
والاستعداد على افضل ما يكون، ونتمنى تكون مباراه نقدر نعديها بشكل كويس ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه. المباراه طبعا مش هتنتهي هنا في الماتش اللي هنا، لا، الماتش اللي هيكون يوم الثلاث مهما كانت النتيجه، مهما كانت النتيجه، وده مطلوب من الجماهير، ان احنا حتى لو لا قدر الله طبعا كانت النتيجه تعادل او مكسب بسيط، لكن لسه في ماتش تاني وان شاء الله ربنا يوفقنا بشكل مجدي. محمد صلاح ودوره خالد في مثل هذه المباريات، انا عارف ان الكل بيسال هذا السؤال ولكن هو سؤال مهم جدا. هو محمد صلاح دوره دور كابتن، كابتن المنتخب، يعني كابتن المنتخب زي كابتن الفريق، هو انك لازم بتلم اللعيبه، لازم بيكون عندك دوافع، لازم بتديهم دوافع، لازم بتعرفهم صعوبه المرحله اللي احنا فيها وخطوره المرحله اللي احنا فيها، لان احنا زي ما الاستاذ حكيم كان بيتكلم بيقول على فكره انك قافل المعسكر كويس، والاول مره من زمان جدا ان معسكر المنتخب يكون مقفول بالشكل ده، ضبه ومفتاح الحقيقه، وده لصعوبه المرحله على فكره كويس جدا، لان انت في هم ماتشين. وخليني اقول برضو ان هامش الخطا صعب شويه، يعني صعب التدارك طبعاً. فيه خاصة لما يكون البداية عندك على أرضك، فده الطبيعي والمنطقي اللي بيحصل سواء في المعسكر أو دور كابتن المنتخب. بقى دور كابتن المنتخب لما لاعب بحجم محمد صلاح، واحد من أهم ثلاث لاعبين في العالم، إنما يكون أهمهم دلوقتي، والأرقام بتقول كده والقيمة التسويقية بتقول كده، فبالتالي لما أنت كلاعب منتخب مصر يكون قاعد قدامك واحد أو كابتن بتاعك واحد من أهم لعيبة العالم، لا، الوضع بيكون مختلف، وكمان بيدي للفرقه وبيدي للمنتخب دفعه ان انا منتخب مش قليل، هو اكيد مش منتخب محمد صلاح، انما وجود محمد صلاح ووجود مجموعه كبيره من رجاله منتخب مصر ده بيؤثر وبيكون وبيظهر دور الكابتن بشكل كويس جدا، ده اللي منتظر من محمد صلاح، وده اللي بان على فكره في شخصيه محمد صلاح مؤخرا. يمكن كان في بدايه تقلد محمد صلاح شارة الكابتن في البداية ما كانش تحس ان كان لسه الموضوع عايز منه شغل اكتر، عايز شغله حتى يبان في الملعب اكتر، بدأ في المباريات الاخيرة لا بيبان شغله، خاصة في كاس الامم الافريقية كان باين شغله جدا، كان باين بصماته جدا مع اللعيبة، واتمنى ان ده يكون موجود في ماتش السنغال باذن الله ان شاء الله. هوس عدينا بمراحل كثيرة جدا كحضراتكم كصحفيين واحنا كلاعبين، انه الفترات دي بتبقى فترات صعبة جدا طبعا. انت لو راجل صحفي، انت صحفي، لكن انا اقصد ان انت وانت قاعد كده تفكر قلت له ايه لو انت راجل صحفي، لقيت نفسي ايه ده لا، يعني انت في مثل هذه الامور وفي مثل هذه التوقيتات ايه اللي تقدر تكتبه عشان يدعم ويساند منتخبنا الوطني خلال اليومين اللي جايين، مش مجرد عنوان ولكن حاجات تقدر تعملها تخلي المنتخب بالفعل لما يقرا الجورنان او الموقع اللي انت بتكتب فيه يبقى جسمه يقشعر كده، انه ال 180 دقيقه 90 دقيقه اللي هيتلعبوا يوم الجمعه و90 دقيقه اللي هيتلعبوا يوم الثلاث دول ماتشين كوره. الكلام على فكره ان احنا خسرنا من السنغال نهائي كاس الامم وان احنا هناخد بالطار والكلام، الكلام ده الحقيقه مش في الكوره، هي رياضه. وعجبني جدا 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 كلام الكابتن احمد سامي معاك كابتن اسلام، لانه اتكلم بمنطق انه دول ماتشين كوره، ممكن نبقى موفقين وربنا يكرمنا ونصعد، وممكن نبقى مش موفقين. يعني احنا في 2014 خسرنا من غانا في تصفيات كاس العالم وما رحناش، 2018 كسبنا غانا ورحنا كاس العالم. يعني فالكوره في الاخر انت بتعمل اللي عليك في الملعب، بتادي، عارف ان انت بتمثل اسم بلد كبيره ومنتخب كبير له تاريخه، هو المنتخب الاقوى في افريقيا، 7 كاس امم، هو وصل 3 كاس عالم، في نجوم كبار جدا، في نجم من اهم نجوم العالم في كره القدم دلوقتي محمد صلاح. وانا يعني اوقات لما بيقولوا منتخب محمد صلاح دي ما تزعلش على فكره، ما هو منتخب الارجنتين، المنتخب الارجنتين اللي واخد كاس العالم بيتقال عليه اوقات منتخب ميسي او منتخب مارادونا، لما خد كاس العالم 86 كانوا بيقولوا منتخب مارادونا، مارادونا اللي خد كاس العالم. فكره منتخب صلاح او منتخب صلاح في الحقيقه ما تقللش من اسم منتخب مصر ولا تقلل من صلاح، فالحقيقه انه لازم يلعبوا لاسم البلد، لازم يلعبوا لاسم العالم، يأدوا اللي عليهم، يعرفوا انه في 100 زي ما انت قلت امبارح 103 مليون مستنيين يفرحوا، في 64400 متفرج حسب بيان تذكرتي هيحضروا المباراه، ال 64000 دول هيبقوا ممثلين لل 100 مليون مصري اللي قاعدين ورا الشاشات، كل محافظات مصر امبارح شفناها مستنيين منتخب مصر يحقق الفوز ان شاء الله ذهابا وايابا. المباراه مش صعبه، منتخب مصر لو في حالته كارلوس كروش لو مركز زي ما ركز
في كاس الامم. احنا كل الناس واحنا كنا مسافرين كاس الامم وبعد اول مباراه والهزيمه امام نيجيريا قلنا ان احنا هنرجع امتى زي بالظبط واحنا لما رحنا الجابون مع كوبر قلنا هنرجع امتى، وصلنا لحد النهائي فخسرنا النهائي قدام الكاميرون وتاهلنا لكاس العالم بعدها خسرنا النهائي قدام السنغال وان شاء الله باذن الله نتاهل بعدها نروح كاس العالم ان شاء الله. انا متفائل بالمباراه، متفائل بلاعبتنا، متفائل بالجهاز الفني، لانه وعبد الحكيم وخالد اتكلموا على القفله على المنتخب، وحضرتك اتكلمت على القفله على المنتخب دي من اول ما كارلوس كيروش جه. والحقيقه لازم نحيي فيها كابتن وائل جمعه، لازم نحيي وائل جمعه، لان وائل جمعه بيقوم بدور المدير جهاز بمدير الجهاز المنتخب. يعني ماليش دعوه باي حاجه، ماليش دعوه باي حاجه غير شغله، غير شغله فقط. يعني انا قعدت مع المنتخب المصري في البطوله العربيه في قطر تقريبا شهر، ما شفتش حد من اللعيبه، ما شفتهمش غير في المؤتمرات الصحفيه وفي الملعب بس وفي الميكس زوم وهم خارجين، غير كده اللعيبه ما بتخرجش، وقفل الاوتيل تماما عليهم، ما حدش بيدخل. فالحقيقه لازم نحيي كابتن وائل جمعه على دوره مع المنتخب، لازم نحيي كارلوس كيروش على دوره. وبعدين كارلوس كيروش بيتكلم مع اللعيبه، بياخد كل لعيب لوحده ويتكلم معاه، الجهاز المعاون بتاعه بيفرغ فيديوهات وتحركات اللعيبه الحقيقه. واتمنى بقى انه سواء صعدنا ان شاء الله باذن الله نصعد، او لا قدر الله ما كانش لنا نصيب، ان كارلوس كيروش يكمل، لانه الحقيقه مش هيجي لنا مدربين كتير زي كيروش. ابو علي انت مع ولا ضد الكلام اللي بيقوله؟ لا طبعا انا متفق مع كلام سواء تريبي او عبد الحكيم او عويس، وشايف ان كلام منطقي، لكن انا الماتشين دول بالذات محتاجين لايف كوتش اكتر من هم محتاجين شغل تكتيك وشغل فني. لعيبه مصر حافظه لعيبه السنغال، عندهم لعيبه واسماء كويسه، المدير الفني بتاعهم طريقه لعبه محفوظه، يمكن البطوله كلها بتاعت امم افريقيا تصفيات كاس العالم بيلعب ب 4 3 3 بيضغط اي فريق قدامه، بيضغط بشكل قوي جدا. لكن زي ما قلت لحضرتك اللعيب في الماتشات دي او الماتشات اللي هي ما فيهاش هزار زي ما بيقولوا، ما فيش اي مرونه ان انت تعوض، بتحتاج في الوقت ده شخصيه اللعيب. وانا اكاد اجزم ان من اقوى اسباب ان النادي الاهلي مثلا سيطر في فتره من الفترات مع مستر رونالدو كان بيختار شخصيه اللعيبه قبل ما يختار اللعيب. اللعيب اللي هينزل مهزوز او ما يركزش او يقعد هيجي في اليوم ده هيبقى بره المود خالص وهيخسر الفرقه. لو اللعيبه واقفه على رجليها وعندها شخصيه ما اتخضتش من الجمهور او من الاسماء اللي هتلعبها، الموضوع هيفرق معانا طبعا بشكل كبير جدا. عايز اتكلم يا كابتن اسلام ان الهزيمه قدام منتخب السنغال في فاينل امم افريقيا مش مقياس على الاطلاق، انت كنت اجهدت بما فيه الكفايه، كان عندك لعب ماتش زياده بالظبط وكمان لعبت قدام فرق قويه جدا عكس منتخب بوركينا فاسو. فان الناس تقول اصل هم غلبونا وكانوا مسيطرين على الماتش او كانوا افضل مننا، دي مش مقياس. انت دلوقتي مستعد بشكل كويس، اللعيبه بتاعتك فايقه بشكل كويس، اللعيبه عندك يعني حفظوا منتخب السنغال اكتر، وجود الجمهور او اللعب على استاد القاهره هيفرق مع الفرقه بشكل اكتر. فشايف ان شاء الله فرصنا، ويمكن انا متفائل خير ان ربنا هيكرمنا ان شاء الله، بس اللي اتمنى ان هو يحصل ان لنا يعني لا نتلقى اي اهداف في الماتش اللي هيبقى على ملعبنا في استاد القاهره. الموضوع ده بالنسبه لنا مهم جدا. على قد ما تطلع شباكك نظيفه في المباراه دي، سواء حتى لو تعادلت 0-0 يا كابتن اسلام او فزت حتى 1-0، عارف ان 0-0 دي نتيجه بالنسبه لي برافو عليك مهمه جدا وفي صالح في الكوره، احسن نتيجه احسن نتيجه صح. فعلا وتروح تلعب في دكار وانت 0-0 افضل ما تروح تلعب في دكار 2-1 مثلا صح. فانا صح. اتمنى ان احنا يبقى عندنا ضغط ونضغط من اول ربع ساعه وضغط بكثافه، ونستغل حاله الشحن والدفع المعنوي اللي هيبقى يمثلها جمهور من الجمهور المصري العظيم اللي باذن الله. فرصتين يا ابو علي ايه؟ 2-1 بعدنا فرصتين واحنا هناك. لا ليه؟ هي فرصه واحده بس. لو انا كسبان 2-1 عندي فرصتين. ايه الفرصتين؟ اللي اطلع متعادل من الماتش. تطلع متعادل او كسبان. يعني بس هو لو جاب فيه جون، لو جاب فيه جون يا خالد ماشي. طب ما هو 0-0 لو جاب فيه جون لازم ترجع برضه. انا قصدي 0-0 انا اقصد اي هدف بتسجله هناك اي فوز، لا احسن من التعادل اي فوز. لا انا عارف، انا بتكلم في قصه ان انت تخرج بشباك نظيفه. فكره ان انت تخرج بشباك نظيفه ده هيمثل لود على فرقه السنغال، هيبقى في تحفظ. انت ممكن تخرج 6-1 مثلا 6-1 دي مش فاكر طول الوقت دي كانت فلسفه مبهزه. لا انت لو هتجيب سكور سوري حلوه 6-1 عجبتنا كلنا اي حاجه. لا 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 4-1 4-1 طب 5-3 احنا لسه بتقول يا جماعه خريمه طيب او 4-2 اصل على فكره كل النتائج حصلت ولا بس لكن ماشي هتقول اي نتيجه هتضربها وال4-1 موجوده برضه ايه؟
4-1 و3-1. طيب بغض النظر، لكن في الاخر هي نتيجه قد تكون صعبه. بس هو سؤال فعلا، في 4-1؟ اه في الخمسينات، في 4-1 الخمسينات. انا قديم ده خد بالك. بس انا مختلف مع الاستاذ ابو علي يا كابتن في حاجه. في ايه بقى؟ انت لازم تختلف مع ابو علي. لا 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 خالص. بص حبيبي يا عم، جزئيه ان منتخب السنغال لما واجهنا في فاينل افريقيا ما كانش افضل منا، هم على المستوى الفني لازم بص اول حاجه تقدر المستوى الناس اللي قدامك، هم على المستوى الفني اعلى مننا طبعا. اعلى مننا وبدون شك، ده الواقع طبعا، ده الواقع، واللي ما يعترفش بكده ولازم نتعامل معاه. لازم نتعامل، هم افضل مننا على المستوى الفني. ايوه بس كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ منتخب السنغال مباراه الافتتاح كسبها بضربه جزاء في الدقيقه 95. هو المباراه اللي في الاستاذ احمد، هم من 2019 نسمع بعض بس عشان من 2019 ما خسروش ولا ماتش. من كام؟ من 2019 نتائجهم لحد ما وصلوا لنا اخر ماتش كانت متذبذبه في البطوله. مش ممكن تقول دول بيلعبوا على قد اللي قدامهم. اللي قدامهم لما جم لعبوك، لعبوك على قد انت فعلا كنت بتلعب بالروح، انت كنت مجهد جدا جاي لهم، كنت بتلعب بالروح. صح. يعني صح. انت كنت فعلا مستاهل. طبعا. وعشان كده انا وجهه نظري ان كروش اعتقد ان هو بيفكر في حاجات في التشكيل عكس ما الناس متخيله، انه هيلعب بالتشكيل اللي كان. احنا ما شفناهوش فلسفته ان هو تثبيت التشكيل. يعني حتى في الوقت ممكن يبقى هو هيعمل حاجه 4-2-3-1 اعتقد. يعني في الوقت اسباب نجاح كارلوس كروش تثبيت التشكيل. لا ما هو مش هيغير. هو مش جامد يعني، هو مش هيغير، ما عندوش مش هيغير. انا بقول لك يعني انا اول مره اشوف حد بجد خبير يعني في الكوره وكده ونتكلم فيها طول عمرنا، لكن اول مره اشوف حد دلوقتي بيتكلم. لكن كل الناس رايحه في اتجاه ايه؟ ان كارلوس كيروش لا ممكن يعمل تريك التغيير واحد بس. انا بقول لك وجهه نظر وارد نعمل. لا اصل لو انت لعبت تريك التغيير واحده مثلا، يعني مثلا 4-2-3-1 يبقى 4-2-3-1 انت قفشه بدل حد من الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب بس. سواء سوليه او حمدي او نني، وارد يلعب زيزو وتريزيجيه ولاعب صلاح قدام. تفكير ايه ده؟ راس حربة بدل مصطفى. الميكانيزم بص، لا في ميكانيزم شغال عليه المنتخب. هو متعود ان في شوط هيدو في 4 ايام. لا انا ما قلتلكش، انا ما قلتلكش اعمل كده. بقول لك وارد. لا وارد، لا بس وارد، لا مش وارد. يعني انا ممكن اكون تخيره تحاول تخيره جوه الماتش. لو ما عملش عنصر مفاجاه في المباراه اعتقد الدنيا هتبقى صعبه. ايوه ايه هو عنصر مفاجاه؟ يعني 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 هو خالد ده كان هو اللي اصل المعسكر مغلق جدا نظري. يعني زي ما موسيماني بيحاول يقلب الموضوع، ساعات احنا بنكون متوقعين يلعب 4-3-3 يا رب 4-3-1. بس هو في الاخر موسيماني، انت لما هتشوف التشكيل انت عارف ان هو لما بيلعب كده كده ممكن يكون بيلعب قفش، ممكن يكون لاعبه ناحيه الشمال، ممكن يكون لا. انا اقصد ان هو يلعب قفش مركزه على موسيماني ولا اتكلم على كيروش؟ يعني احنا ساعات احنا بنكون متوقعين ان موسيماني هيلعب 4-3-3 وينزل يلعب 4-2-3-1 قفشه بيلعب صانع لعب. هو وارد برضه يعمل كده، ده هو دي الحاجه الوحيده. ايوه اصل هو ممكن بكره يعمل ايه؟ او يعني يوم الجمعه سوري، ان هو يعمل ايه؟ ان هو يلعب 4-3-3. لا هو هيلعب 4-2-3-1، بس هو الموضوع ان عايز تريزيجيه 4-2-3-1 دي ما حصلتش مع كيروش. كيروش خالص لا حصل الماتش الثاني، حصل اثناء الماتش يعني الماتش اوكي في البطوله العربيه مش غير. نسمع بعض بيلعبها، حتى لما بيلعبها الثالث اللي هو 4-2-3-1 ما بيكونش الثالث ده، لا مش بيكونش قفشه، هو ما بيعترفش بمركز 10، بيكون ثالث جنب الديفندر يعني. مظبوط. ثالث بينزل يعني عبد الله لما لعب ماتش السودان كان نازل تحت، ما بيكونش ليبرو. مفيش اللعيب اللي هو زحمة. لو انت شفت اللي بكل معظم الكلام حتى اللي بيطلعوا يتكلموا كان قبل مثلا لما طلع مع عورين كروش، ودول طبعا ما تقوليش ان هم قبل التجمع ما كانوش على تواصل معاه، لكن على تواصل معاه في الفتره اللي كان اجازه. تحس ان تريزيجيه ومرموش مشكله، هو عايز الاثنين يكونوا موجودين بس مش عارف يعمل ايه. فده اللي بيرجح وجهه نظر، انا بقول وجهه نظر ما عنديش معلومه، ان هو عايز يلعب بالثلاثه مرموش وتريزيجيه وزيزو، ممكن يبقى صلاح قدام، او مرموش وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد قدام. لا ما هو لعب، لا لعب مرموش وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد قدام. بص يا كابتن انا بقول وجهه نظر ان هو في ماتش هنا هيلعب بالشكل اللي هي ده. اللي هي وجهه النظر اللي بتقول ان هو هيستغنى عن واحد من الثلاثه سواء السوليه او لا السوليه والنين موجودين 4-2 الثلاثه اللي قدام دول. لا ما هو هيستغنى واحد من الثلاثه اللي هو حمدي فتحي يعني. لا هو الماتش الثاني هيلعب بثلاثه ديفندرات الصراحه. بص احنا في الماتش اللي جاي، الماتش الاولاني لا هيلعب 4-3-3 اللي انت بتقوله ده هو التشكيل الأسوأ لكارلوس كيروش منذ تولى تدريب منتخب مصر اللي لعب بماتش نيجيريا. بالظبط. ايوه ده غلط. هذا هو التشكيل الأسوأ. انا شايف والشكل الأسوأ لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش هو ده، يعني اللي انت بتقول عليه ده اللي لعب بيه السوليه كان حمدي اسف و كان اثنين من الثلاثه كان مصطفى محمد يمين وصلاح مهاجم صريح وبيلعب تريزيجيه. يعني الحقيقه كانت ما كانش تريزيجيه ومرموش. لا كان تريزيجيه. هو الفارق يا كابتن هنا مع كامل احترامي طبعا لكابتن عبد الله السعيد، احنا بنتكلم عن منتخب مصر، الفارق بين الدور اللي هيقوم بيه بص تريزيجيه
وعمر مرموش محمد صلاح الثلاثه عندهم عنصر السرعه والقوه والمهاره غير برضو مع كامل الاحترام على كابتن عبد الله السعيد سنين اللي عدت كان طبعا طبعا تشكيل طبعًا. مصر منتخب مصر قدام نيجيريا محمد الشناوي اكرم توفيق لا خلينا في الثلاثه اللي هقول لك اهو هقول لك التشكيل من تريزيجيه بنص ملعب محمد الشناوي محمد الشناوي الونش حجازي اكرم توفيق احمد فتوح عمرو السوليه ومحمد النني وتريزيجيه مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش بس تريزيجيه كان بيلعب قدام اكرم جميل. توفيق والحته دي المنتخب النيجيري عمل فيها ان تريزيجيه كان لسه راجع من الصليبي دلوقتي تريزيجيه فت جدا مش هيحطه في الرايت انا بقول لا ما قلتلكش في الرايت طبعا هو هيحطه لا صلاح رايت صلاح رايت هيحطه عمر مرموش صلاح رايت لا صلاح نسمع بعض يا جماعه نسمع صلاح رايت نسمع بعض نسمع بعض المشكله عند كروش ايه كروش قدر بنفس الخطه دي قدام السنغال انه يحجم السنغال انه مديهم الكوره بس السنغال غالبا ما بيقدرش يعمل حاجه بس احنا كنا في بناء الهجمه نفسها بقى او استغلال الكرات كان صعب جدا علينا احنا قدرنا ان احنا نخلي السنغال خطورتها نقفل على السنغال مش موجوده وان احنا نكون ند بند حتى لو الفوارق الفرديه اكبر شويه بس كان بناء الهجمه بناء الهجمه بقى هو اللي كان عندنا فيه مشكله لان انا عندي كنت مفكر ان اقفل على السنغال ازاي ابني ازاي ما كناش قادرين نعمل ده لو هو عمل ده في الماتش كده هو حل المشكله بالنسبه له وقدر انه يحجم وقدر انه يبني الفرقه يبني الهجمه ويقدم كوره كويسه مشكله منتخب مصر الانتقال من الكوره بالظبط وضع الدفاع الوضع الهجوم بس كده لانه الثلاثه الديفندرات كانوا يعني زي ما بيقولوا جايبين اخرهم فما حدش قادر يطلع اعتقد بيأدوا دورهم صح. الدفاعي انما عندك عمرو السوليه هيقدر يعمل ده محمد النني هيقدر يعمل ده حمدي فتحي هيقدر يعمل ده اعتقد انه التشكيل لن يخرج عن كل يعني اي حد معدي عنده اربع سنين هتقول له التشكيل هيقوله لك ايوه هتختلف في مركز واحد عمر مرموش ولا محمود حسن تريزيجيه انا عندي اعتراض انا عندي اعتراض في القصه دي واتوقع ان الراجل يبدا بقفشه في نص الملعب عشان يحل المشكله اللي خلاص كان بيتكلم فيها اسمع منك انا يعني وجهه نظر كل واحد لما وجهة لما حد يلعبك 4 3 3 زي ما السنغال بتلعب السنغال مش هغير هنرجع للسنغال هو بادئ بيها كلها ما غيرهاش الا في ماتش بوركينا فاسو لعب 4 2 مش عارف 3 1 حاجه زي كده لكن هو بيلعب ب 4 3 3 انا وجهه نظري سبب المشكله الرئيسيه اللي خلتنا ما عرفناش نوصل في ماتش السنغال لمرمى السنغال ان احنا حاولنا نعتمد على الكرات العاليه او اللعب لمحمد صلاح ما كانش عندنا حد يقدر يلعب الفرقه كوره ودي كانت مشكله كبيره وجود حتى لو الراجل مش هيعمل كده بس انا بقول وجهه نظري كراجل ناقد يعني رياضي او عندي شويه كوره بقول ان وجود قفشه في الماتش ده مهم جدا هيلعب الفرقه كوره ولو لعبت بالثلاثه السوليه والنني وحمدي هيبقى عندك مشكله في اللاعب اللي يعمل الربط بين نص الملعب والهجوم دي المشكله وجود قفشه مهم لان انت هتضغط من نص الملعب بشكل مكثف جدا مش هتعرف تستلم كوره مش هتعرف تحضر بشكل كويس قفشه بيعرف يلعب بين الخطوط دي كويس بيعرف يستلم تحت ضغط وبيعرف يلعب الفرقه كوره صلاح محتاج حد يلعبه كوره يجريه كسريع نفس الكلام عمر مرموش الحلول الفرديه في الماتش ده هتفرق الغلطات النص غلطه لو ما استغلتهاش وسجلت منها نقطه ثانيه برضو وجود مصطفى محمد مهم لكن لو لعبت على الكرات العرضيه في وجود كولوبالي ووجود الناس اللي موجوده ورا اللي ما شاء الله متر و95 وحاجات زي كده هتواجه صعوبات انت في الكرات العرضيه فلازم حد يلعب الناس كوره ولازم حد يحاول يوصل الونجات اللي ما عرفوش يوصلوا في المباراه اللي لعبناها في نهائي افريقيا هو الوصول هو الراجل يا جماعه مش مقتنع بفكره اللاعب رقم 10 مش هيلعب 10 هو بيلعب 4 3 3 فلات الثلاثه اللي بيلعبوا في الوسط فلات ثلاثه على خط واحد ممكن يعملها شوط ثاني بيلعب النني بيلعب النني بيروح ناحيه اليمين وعمرو السوليه بيروح ناحيه الشمال وحمدي فتحي في النص او حمدي بيروح شمال والسوليه في النص بيلعب بيهم فلات كل الماتشات اللي لعبها من اول طول عربيه بنقول ده حل من الحلول حل هيجي يغير الحلول الهجوميه هيجي يحل من الحلول في ماتش ما فيهوش خطا ماتش ما فيهوش غلطه هل هيجرب مش تعمل الغلطه انا جربت 4 3 انت هتزود القوه الهجوميه بتاعتك جربت 4 3 قدام السنغال وعلى الاقل امنتني ان انا ماليش امنتني يا راجل ده ابو جبل طالع نجم الماتش طالع احنا ربنا استرها معانا طيب ماشي ماشي ما على فكره ده بيحصل امنتني بص هقول لك على حاجه بس في حاجه مهمه جدا في الكوره اليومين دول عامه في كل العالم سواء انا مره بقى انا سكت فانا انت بتصمم لا ما تسكتش ايوه لا الاستحواذ دلوقتي معظم لا راح علينا كتير يا خالد يا باشا بص الاستحواذ خد الكوره وانا لا احنا عملنا لا بس هي مدارس هي مدارس يا خالد طب ما احنا عملنا في صن داونز كده ايوه ما انا بقول لك ما هو ايوه صح ما هو انا بقول لك هي مدارس يعني انا ممكن لا ما هو انا دلوقتي ما هو احنا عملنا في ماتش صن داونز كده في الاهلي الاستحواذ كله كان معانا الاستحواذ كله كان معانا بس لو كنت كسبت كان هيبقى استحواذ ومكسب مكسب ما هو مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي بيعمل ايه؟
ما هو بيعمل استحواذ ومكسب. لا ده 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 دقه دفع. طيب ما هو هو يعني احنا لو بنتكلم هنا فانت بتتكلم على نفس الشكل ان انت كلنا نفسنا ان احنا يبقى عندنا استحواذ و بس طبيعي ما هو دور الحارس عندك بيصد يعني. ما هو دور دور الحارس بيحط طول كتير بس ما بقاش طول الماتش هو اللي نجم الماتش فوتقول ما هم ما راحوش علينا او قفلنا. لا لا, لا بصراحه السنغال اليوم ده انا قلت ان ده كان جاحد ان علينا بشكل صفر صفر ولكن اتفضل يا كابتن. لا انا كنت اقصد اقول ولكن ان احنا في النهايه منتخب مصر منتخب قوي طبعا يعني احنا بس بنحاول ان احنا نحلل الموضوع من الناحيه الفنيه. انا عجبني قوي حاله التخوف اللي موجوده في الشارع دي اوكي وحاله ان احنا مركزين قوي مع السنغال بشكل ان هم فرقه قويه. لا بس هي حقيقة طلع انا عارف بس ساعات احنا ما بتيجي تقلب الفرقه يقول لك لا احنا عندنا وعندنا وعندنا كلام مع نفسنا كتير بنيجي في الاخر بنصطدم بواقع دايما بيزعلنا. احنا دلوقتي محتمين فريق السنغال بشكل كويس حاطين النقط فوق الحروف زي كويس وده هيخلينا نازلين مركزين قوي في الماتش حتى الجمهور نفسه مش هيبقى حاطط لود على اللعيبه لا ايه ده انتوا ما جبتوش جون ازاي في اول شوط انتوا ما جبتوش جون ازاي في الشوط الاولاني. لا الناس عارفه قيمه منتخب السنغال وعايز بس الفتره دي ان كل بقى اعلام سواء مسموع او مرئي او يتكلم ان احنا عندنا فعلا منتخب قوي. ما عندناش منتخب يستهان به ما عندناش منتخب ضعيف لا زي ما خالد بيقول عندنا واحد من افضل اللعيبه في العالم عمر مرموش بيقدم مستوى هايل جدا مع فرقته تريزيجيه الاسبوع اللي فات فاول تريزيجيه ماشي كويس قوي موضوع مختلف بس اثنين من يعني بالظبط يعني فانت عندك كل العناصر. بص يا كابتن في تجربتين بعد اذنك يا استاذ علي لازم احنا لازم المنتخب يركز معهم ويستخدم كل طب قبل ما تقول التجربتين ممكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نقول التجربتين. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف التجارب عند عبد الحكيم استاذ حكيم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تجربتين لا هما مش تجربتين هما في حاجتين لازم نستفيد بيهم عشان حضور الجماهير. بعد كده هتقول لي مش تجربتين لا ماشي كان عندنا ماتشين في الاهلي مع فارق طبعا اهميه المواجهات. كان ماتش الفاينل بتاع الاهلي والقطن الكاميرون 2008 الماتش الذهاب اللي كان هنا استغلنا الضغط الجماهيري في بدايه المباراه تمام واشتغلنا كويس جدا على الجزئيه دي في اول 10 دقائق اعتقد او 15 احنا جبنا جول فيلافيو والجمعه نفس الماتش ده في ماتش الاهلي والنجم الساحلي انا فاكر طلع قال جمهور الاهلي خرج لعيبتي بره الماتش في اول نص ساعه الاهلي والنجم الساحلي برضو على ما اعتقد مش متذكر كان ماتش 6-2 انت بتروح بعيد ليه وانت رحت بعيد ليه ده احنا قريب قوي الجمهور كان له دور كبير جدا في فوز الاهلي على بيراميدز 3-0 مظبوط فانت لازم تستغل كنا ايه 4-5000 ما كملناش لازم تستغل اول فتره بص الناس عملت وجود الجماهير والدعم وبيشتغل اتفضل تستغل الضغط الجماهيري والدعم الغير عادي انك اول 20 دقيقه تستخدم كل المحيط ده انك تضغط ده اللي بقول عليه انك تخطف وتخطف اول 20 دقيقه اول 30 دقيقه يعني الرساله الاهم مش ايوه يا جماعه بس ما برضه خالد احنا عمالين نقول الرساله الاهم الجمهور هيساند وهيدعم وده دايما اللي متعودين من الجمهور المصري على كده ولكن في النهايه احنا يا كابتن في اكملك بس اكملك لكن انت في النهايه بتعمل ايه؟ ما هو انت بتلعب يا جماعه 11 لعيب طبعا قاعدين على كده طبعا بس في مش هتعرف تخطفهم يعني مش موضوع خطف بس في انا ما بتكلمش على اللعيبه المنافس انت نفسك انت تحمستك يعني في اوقات حتى المنافس بيبقى ماسك الكوره بتلاقي الجمهور قاعد ساكت وبيتفرج هو ده مش وظيفته يعني انت رايح تعرف انا كان معايا الكابتن احمد ناجي امبارح قال الكلمتين دول قال لك ايه قال لك يا جماعه والنبي ما تروحوش من الساعه 2 الظهر تقعدوا تشجعوا من الساعه 2 للساعه 9 وتيجي الساعه 9 ونص مجهودك كله خلص. قاعد بيتفرج على الماتش مش قادر يتحرك قاعد الكره المصريه من منذ الخليقه اللي قاعد نائب عن الجمهور اللي مش حاضر صح فهو صوت شوف صوت كام واحد 100 مليون فانت قاعد المفروض انت لو انت عايز تتفرج اقعد قدام التلفزيون اتفرج يعني لو انت عايز تقعد مريح لا اصل احنا مش رايحين نزهه يعني انت بتتكلم في ملعبي طبعا ده من المدرج فيعني انت مش رايح كلنا اولاد المدرج على فكره يعني الا انا ابن الملعب فانت رايح مش عشان تتفرج ولا عشان تتفسح لا انت رايح عشان مهمه لازم ده لما تلاقي لعيبه بتاعتك مش برافو عليك برافو عليك برافو عليك لازم في كل كبو سيبك بقى من المسميات مش كبو حد فاهم طبعا لازم بص عارف انت قلت ايه يشد امتى ويهدى امتى المتحكم في ترمومتر الماتش امتى يهتف خلي بالك احنا دلوقتي اصبحت مظبوط ولكن اصبحت نوعيه الناس اللي موجوده دلوقتي يا ابو علي
مهم جدا ان احنا نتكلم على نقطه الجماهير دي، لانه الحقيقه انا برضو لفت نظري الموضوع بتاع وهو خالد بيتكلم الكلام اللي قاله كابتن ناجي امبارح. الكلام اللي قاله كابتن ناجي امبارح مهم جدا. ما هو انا تخيل انت بقى انا بدري قوي طالع بتفرج من الساعه 2 بقى ومبسوط بقى انا والعيال وقاعدين وعم بالظبط رايح سينما عمال بقى اهزر شويه وبعدين اكل شويه واشرب كوبايه شاي مش عارف ايه وبعدين السيلفيات وبعدين اطلع اشجع تاني ساعه ولا نص ساعه وبعدين ارجع اريح تاني وبعدين اجي على الساعه 9 الاقي نفسي قاعد اعمل كده مش قادر اتحرك اللي هو قاعد على الكرسي بقى نايم. ما هو هنا بقى كابتن اللي بتكلم فيه ازاي يبقى في حد موجود فاهم يوجه الناس دي يا جماعه إيه الماتش هيبدا سي مثلا 6 تسخين 9 8 الاول لقطه اللي بتعمل الهزه كلها الخضه اه وهم نازلين. انا كان معايا حد كنا في مؤتمر صحفي في ماتش الاهلي والصفاقسي اوكي نهائي السوبر 2013 2014 اوكي فكان معايا حد زملكاوي ومصور زملكاوي فعدينا المؤتمر الصحفي بتاع مقصوره الصحفيين دلوقتي بقت في نص الاستاد اللي هي تانية زمان فاحنا بنلف كده عدينا على مكان جمهور الاهلي فوقف كده قال لي السادة وتؤمن بالله قلت له لا 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 قال لي لعيبه الزمالك كلها كانت بتقول لي كنا بنيجي من اول ما ننزل الملعب رجت الاستاد بتاع الجمهور الاهلي كانت بتخلينا نفسنا احنا نتوتر. منتخب مصر قدام الجزائر اول 90. خمس دقائق لا عمرو زكي اه الاخراني عمرو زكي اه اول 10 جبنا جون عمرو زكي اللي كان في الاستاد في الماتش 2010 اللي كان في الاستاد في الماتش ده وشاف اللي الجمهور عمله والرعب اللي حصل في اول البدايه وخبطه الرجلين على التحت دي جامده جدا. انا واحد سنغالي في ماتش تصفيات كابتن جوهري كنت انا في جامعه الازهر قدام الاستاد كنا نخرج فما كان معانا ناس اللي هم اخواتنا الافارقه بيدرسوا في جامعه الازهر قال لي والله من دبدبه الرجل افتكرنا في زلزال هم كانوا ياخدوا جنب كده في اولى ناحيه اليمين قال لي والله افتكرنا الاستاد في زلزال. طب خلصته فدور الجمهور بس يا استاذ احمد معلش مهم جدا يا كابتن بالذات زي ما خالد بيقول في اول ربع ساعه مع كل الاحترام لكل الكلام اللي اتقال مهم مع هذه النوعيه من اللعيبه اللي انت هتلعبها كلهم واخدين على الضغط الجماهيري كلهم لعبتنا لعبتنا احنا اه طبعا انت لعبتك برضو واخدين على ده لا وبعدين عندك تجربه عبد الحكيم قال تجربه مهمه جدا الاهلي قدام القطن والاهلي قدام النجم الساحلي الاهلي قدام الوداد جاب جون بعد 54 ثانيه مؤمن زكريا وبعدين 1-1 وخسرنا دوري ابطال افريقيا عادي جدا الجمهور دوره مهم اه بس اللعيبه هي اللي هتلعب طبعا بس الاجواء في استاد القاهره الاجواء في استاد القاهره انت جنوب افريقيا كسبتك هنا في كاس الامم الافريقيه 2019 وسط 80,000 متفرج لان الجماهير وقتها ما كانتش الجماهير المفروض تروح الماتش ده. طب ما هي الجماهير اللي رايحه لا 2019 كان انت كنت حاضر في الماتش صح هو كان في حد بيشجع في الماتش طب هو هي نفسها على فكره نوعيه الجمهور المصري الموجوده في الدرجات اتغيرت ما عشان كده خلاص هي اللي هتبقى موجود على فكره كل نوعيه الجمهور اللي موجود في 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 مباراه السنغال هو الجمهور اللي هيروح ما عشان كده احنا بنوعيهم بقى يعني لازم تقف الحقيقه ورا الفرقه ولازم تسجل الكلام الانشا بتاع الجمهور وبتاع الكلام ده خلص ليه بس خلص. لا مش مش انشا لا انشا اكمل كلامي طب انا سمعتكم اوكي اسمعوني اسمعك دور اللعيبه في الملعب ولا عايزين نخش عليه احنا الاربعه بقى دي لان دي طالعه خلاص انا بقول لك ايه طالعه احنا الاربعه دي ال90 دقيقه لعيبه على ارض الملعب هم الاهم محدش نفس الجمهور ده ال80,000 اللي هيملوا الاستاد يوم الجمعه هم اللي كانوا موجودين في جنوب افريقيا بقى في النقطه اتفضل يا كابتن ده كده انت بتلغي الجمهور لا ما الغيوش طبعا هرد عليه بسرعه لا لا ما اقدرش ما ينفعش اجيبه بقى من الملعب اسمع استفيد انا في الملعب استفيد بقى في الدقيقه 65 70 خلاص هديت بتبقى الدنيا هاديه أيوة. وانا كلاعب بقى ومرة كباك رايت كمان تشمال طلعت مثلا ولا كمان باك رايت وانا بجري مش قادر اجري بقى عمال ايه من الدقيقه 60 65 ببتدي ايه بقى اسمها ابتدي اوازن الدنيا عامله ازاي فاضل لسه 30 دقيقه وانا ما بطلعش بتوازن من اول دقيقه لا سيبك مني انا سيبك مني انا بتكلم من اي حد في الاوفر من نص الملعب 60 65 لا ده كان وانا عندي 34 سنه ولا خلاص المهم بس بتيجي وبتيجي جول وبتيجي جول ست في الدقيقه 60 65 كله بيبتدي يوازن لكن اول لما بتسمع الاه والبتاع والكلام ده كله انا فاكر ده طب لا 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 موضوع مختلف تمام من الدقيقه 60 علميا وكل حاجه كله بينزل كيرف بينزل طبعا ايه اللي بيخلي الكيرف يطلع تاني الجمهور الكره بعيد عني 10 يارد الزومه اللي هل اخد الزومه دي بقى هل تخليني اخد السبرنت ال 10 يارد دول ولا اوازنها هتخد ها الزومه هتخليني عشان كده قلت لك تعمل تاكل وتقعد وتعمل اوفر عالمي ماتش الجزائر بتاع خمسه مثلا
انت فاهم؟ لكن لو الزومه دي مش موجوده وبتلعب في مدرجات فاضيه هتعمل ايه؟ لا هتدي الكره ظهرك اساسا وتبص الناحيه الثانيه، ما هي بعيده عني 10 ياردة لسه هجري 10 ياردة. انتوا ليه انا ما بنكرش دور الجمهور، ولكن دور الجمهور هيبقى مساند لو اللعيبه مش فورمه وفت وجاهزين. طبعا ده طبعا كل اللي بره الملعب دور مساند بس انما اللعيب دور الرئيسي في الملعب 90 دقيقه طبعا. وبعدين طب واحنا لو احنا هنخوف اللعيبه بالزومه اللي هنا، ما احنا هنروح هناك. ما بنخوفش بالزومه، لا هنخوفش، هنروح هناك. انت بتحط هنواجه نفس الجمهور. انت بتحط لا ما بنخوفش، ده مش خوف، ده احنا بنقول له ان الجمهور بيحفز لعيبه بالظبط. ما هو انا قصدي انه لازم يبقى واخد باله انه الجمهور ده مساند. هو لماذا لا ينجح نجم كبير بره النادي الاهلي ولما يجي النادي الاهلي لا ينجح ليه؟ عشان فكره ما عندوش حوافز ومش لا مش ومش واخد على البطولات. شخصيه النادي اللي انا عايز اوصلها شخصيه النادي ان انا لما الجمهور يقلب عليا ويزوم عليا اعرف اقف صح، ما اخافش. كابتن في لعيبه بتنزل الملعب ما يبقاش مثلا اسلام واقف قدامي حاجه بسيطه، اسلام واقف قدامي اهو ده اسهل باص صح، يعملوا حاجه بسيطه الكره ما تروحلوش او الكره تروح يمين او شمال او اجي ارفع اوفر. في حد بدون ذكر اسماء قال لي في لعيب كان يبقى عارف في ماتش مهم بكره وهيلعب مثلا يقول لك يقعد ياكل في طبق المكرونه ساعه من السرحان والتوتر والقلق. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، ازاي تختار اللاعب الشخصيه اللي يقدر يساند او يقدر يستحمل بقى الضغوط المسانده والدعم اللي احنا بنتكلم فيه. اعتقد ان اغلب لعيبه منتخب مصر دلوقتي عندهم طبعًا الشخصيه دي طبعًا. كلهم لعيبه كبار وكلهم التشكيله لو سمينا الاسامي اللي هتلعب طبعًا. كلهم نجوم محترفين. هنرجع من الفصل ده نسمي كل واحد من وجهه نظره التشكيل اللي هيلعب بيه وطريقه اللعب، ولكن خلينا نطلع فصل اخير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عبد الحكيم عايز ابدا معاك على التشكيل من وجهه نظرك، مش من وجهه نظر كيروش، من وجهه نظر عبد الحكيم ابو علم، عشان يقول لنا مين اللي هيلعب في هذه المباراه. التشكيل في الماتش اللي في القاهره الشناوي طبعا لا خلاف عليه. هو ليه يا جماعه؟ هو انا ما بقولش ماتش ده ليه الناس كل ما اقول لحد يقول لي ماتش القاهره؟ بس هو الماتشين هيبقى في خلاف في الموضوع، يعني هو هيلعب ماتش القاهره والله. انا سامي احمد، كابتن احمد سامي النهارده قال لي وجهه نظر حلوه جدا، قال لي انا شايف ان هو مش هيفرق معاه كتير النتيجه، هو حاطط في دماغه هيعمل ايه هنا وهيعمل ايه هناك. هو اكيد عمل السيناريو بيعمل 180 دقيقه. الشناوي احمد، عمر كمال، عبد المنعم، الونش، ايه عمر كمال انا كنت اخدها من الشمالي مع ماشي. عمر كمال، عبد المنعم، الونش، فتوح، السليه، والنني. انا وجهه نظر انا مرموش، تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد. في الماتش الثاني مرموش كتير كده، لا مش كتير صح كده. انت ما لعبتش حمدي كده؟ لا ما لعبش حمدي. هو نقطه الخلاف هنا ان مرموش ولا تريزيجيه ولا حمدي فتحي؟ لا تريزيجيه هيلعب. تريزيجيه يمين وصلاح شمال. هيلعب صلاح شمال، صلاح يمين قصدي. ما يا جماعه في ايه؟ خليكم تتعاملوا معايا بالنيه، خسرت المنتخب من تعاملوا معايا بالنيه. الماتش الثاني هيبقى مرموش. لما نيجي للماتش الثاني هو هيلعب ازاي بقى؟ 4-2-3-1. لا دي وجهه نظر، وجهه نظر انا. وهو بقى هو ممكن يلعب حسب الزملاء. قول لي حاجه. هو هيلعب بثلاثه اللي هم حمدي فتحي والسوليه والنني، تريزيجيه شمال وصلاح يمين ومصطفى محمد قدام. لكن انا اتمنى انه يلعب السوليه والنني والثلاثه اللي قدامهم مرموش وتريزيجيه وصلاح وقدام مصطفى محمد. خالد، هو يعني الشناوي، عمر كمال، الونش، عبد المنعم، احمد فتوح، حمدي فتحي، السوليه والنني، صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. صلاح 4-3-3 وتريزيجيه 4-3-3. دي وجهه نظرك ولا هو؟ انا شايف ان هو هيلعب كده. انما وجهه نظري انا لا، ان واحد من السوليه والنني وحمدي ما يكونش موجود وقفشه اللي يكون موجود. قفشه طبعا. على حساب مين؟ على حساب حد من نص الملعب. لا ما هو مين بقى اللي هيقعد؟ يعني تريزيجيه يلعب شمال زي ما هو، وصلاح زي ما هي، بس يطلع بس يطلع حد من الثلاثه الديفندرات او حد ثلاثه في نص الملعب يعني. بس كده بس. الشناوي، عمر كمال، عبد المنعم، وينش، احمد فتوح، حمدي فتحي على يمينه، السوليه على شماله، على يمينه النني، على شماله السوليه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد. مش تريزيجيه؟ مش تريزيجيه؟ لا. ده وجهه نظرك ولا هو هيعمل كده؟ وجهه نظري هو هيعمل كده. طيب اتفضل. يعني بص وجهه نظرك احسن من تريزيجيه؟ انا ما قلتش احسن. لا هو اللي يقوم بالدور احسن من تريزيجيه. عشان هو الميكانيزم بتاعت الخطه هو اللي بادئ فيه من الاول. انتوا يا جماعه بتحكموا على المنتخب اللي اتجمع امبارح. انا بحكم على المنتخب من اول بطوله عربيه. اوكي بس تجارب. هو مفيش ماتش
لعبوا كارلوس كروش بالتشكيلة الأساس الكاملة لمنتخب مصر بعيدا عن البطولة العربية، ما بدأش في عمر مرموش من أول ماتش مسك وماتش ليبيا حتى النهائي قدام السنغال. أنا بس أنا أكمل أنا أنا ناسي ومش يعني أنا بقول لك من أول ماتش ليبيا في التصفيات هنا لما فاجئنا كلنا بعمر مرموش، ونزل عمر مرموش جاب هدف الفوز. ماتش ليبيا هناك فاجئنا بعمر مرموش، كان لسه تريزيجيه بيتعالج، هو على فكرة هو من أول لحظة وهو عايز ياخد تريزيجيه عشان يجهزه للماتشين، ممكن يفاجئنا بتريزيجيه يعني. هو كان واخد أنا بقول لك هو كان واخد تريزيجيه كاس الأمم رغم رفض الجميع عشان يجهزه للماتشين دول. تمام، قوم بقى لما يجهز هو يقعد ويلعب مرموش، لانه مرموش هو اللي لعب في الخطه من اول لحظه، بس ما كانش مرموش ممكن مرموش انت بتقيس مرموش على الفعاليه الهجوميه. ابتديت احس ان احنا قاعدين في اوضه اللبس والماتش بعد ساعه، ما هو كل واحد يقول وجهه نظره. عادي يعني بالظبط. ايه ما انت اللي عملت قطع من باتك. مرموش هو اللي هيبقى وجهه نظري. انا اتمنى تريزيجيه، بس وجهه نظري مرموش هيلعب هو اللي هيبقى. انا بالنسبه لك كابتن في عمود فقري الفرق يعني شناوي الونش وعبد المنعم، حمدي فتحي اساسي لازم يبقى موجود وجهه نظري، محمد صلاح. بص خالد ليه يا ابني؟ محمد صلاح وجوده لا عشان الكاميرا بتاعتي. طب سلام عليك. لا لا بقلق لا الكاميرا بتاعتي هسيبك الكلام. صلاح وجوده اساسي ده عمود فقري الفريق لازم يتبنى عليه اي حد، لكن انا ليه وجهه نظر وعارف ان كروش هيلعب بنفس الاسلوب اللي يمكن عاوز اسال عليه، هيلعب بشناوي عمر كمال محمد عبد المنعم الونش احمد فتوح في نص الملعب، هيلعب بالثلاثه حمدي في نص الملعب والنني والسوليه وعمر مرموش شمال وصلاح يمين ومصطفى محمد. أوكي. اتمنى انه يعدل ويفاجئ فرقه السنغال بوجود محمد مجدي قفشه زي ما قلت، لان قفشه افضل واحد دلوقتي في مصر يعرف يلعب بين الخطوط يا كابتن، يعرف يعمل عمليه الربط بين نص الملعب وخط الهجوم، يعرف يلعب صلاح ومرموش في المساحات اللي بتبقى ورا الباكات بتوع السنغال. لو اعتمدنا على سرعه صلاح، هم عندهم الباك الشمال بتاعهم سريع جدا وقوي جدا وهيبقوا مركزين مع صلاح وعارفين ان احنا بنلعب على الجناب، المفاجاه ان احنا نلعب الناس دي بحد بلاي ميكر يتفاجئوا ان كروش مغير التكتيك بتاعه اللي بيلعب عليه من اول ما مسك المنتخب ويعمل لهم بس ايه هزه او مشكله في نص الملعب. في نقطه مهمه يا كابتن اسلام اتفضل وانت حضرتك تاخد بالك منها، انا راجل رحت الاستاد كتير وبتابع ماتشات من الاستاد بعد التجديد، كل المدربين اللي بيجوا وبيرشوا الاستاد مع النجيله الجميله اللي موجوده دلوقتي والارضيه الهايله اللي موجوده دي بتحصل مشكله طول الماتش، واخرها ماتش الاهلي الكره بتخبط في رجله وتبعد. صح، بتبعد واللعيبه بتزحلق. اللعيبه بتزحلق صح، الفرقتين تعرفش يعني ما تعرفش تحس ان انت بتلعب على صابون. صحيح، وممكن تاثر اجهاد على اللعيبه وممكن تاثر. اتمنى ان ناخد بالنا من النقطه دي، ما يترش الماتش مصيري حتى لو ترش يا كابتن، ما يترش زي ملعب الدفاع، ما يترش زي ملعب السلام الاهلي والسلام يعني. ايوه ياخد جزء بسيط جدا لان طبيعه النجيله هناك مختلفه عن برافو ماتش الاهلي وصندوق. هيجي راجع الماتش اللعيبه بتزحلق اكتر ما بتلعب، يحط رجليه في الكوره تبص تلاقي الكوره، وبعدين الكوره ما بتيجي يعني انت بتيجي توقف الكوره كده تلاقي خبطه وبتبعد او تطلع او يعمل الباص تبص تلاقي الباص طويل، هو في حاجه غلط يعني. فانا اتمنى بس المسؤولين ياخدوا بالهم من النقطه دي مهمه جدا. طيب، وهتفرق معانا ان شاء الله. اخيرا كلمات اخيره للمنتخب قبل المباراه ان شاء الله يوم الجمعه، منتخب وللجهاز وللاعبين وللجمهور طبعا. كل الناس في ظهركم، نتمنى التركيز ان احنا الماتش هنا وهناك، مش الماتش هيخلص هنا، حتى لو قدر لك النتيجه مش على مستوى المأمول هنا، في ماتش تاني وانتوا لعيبه لا تقلوا عن منتخب السنغال بالروح، لكن فنيا هم اعلى مننا واحنا عارفين كده، بس الامل كبير ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نكسب ونروح كاس عالم باذن الله. خالد، الفرص متساويه، يعني مصر بلد في الكرة، مصر كبيرة وغير الكرة طبعا مصر بلد كبيرة، جمهور مصر يستحق منكم ان انتوا تبذلوا يعني اقصى جهد موجود، جمهور ليه دور كبير جدا مساند ان يكون محفز للعيبة سواء على السوشيال ميديا في التوقيت ده، هم كلهم بيشوفوا السوشيال ميديا ومتابعين للسوشيال ميديا، سواء في الملعب كل واحد ليه دور، كل لاعب عارف انه بينوب عن كل لعيبة مصر ان هم موجودين مكانه، هو في المكان ده عشان استحق انه يكون موجود، انه يكون موجود في المكان ده، عشان كده لابد انك تثبت للناس انك على احقيه بالمكان اللي انت فيه. عاوز كلنا في ظهركم مستنيين ان شاء الله يوم الثلاث زي دلوقتي كده نكون عاملين حلقه باذن الله بنحتفل بيها بصعود منتخب مصر.
والله لكاس العالم قلت باذن الله هنعمل والله اجيب القناه كلها ان شاء الله. طبعا ان شاء الله ربنا كرم. بص الاستوديو ده كله نقدر نجي ناخده هنجيبه هنكون بنحتفل ان شاء الله بصوره كاس العالم قطر 2022 باذن الله. ابو علي انا رسالتنا كابتن رساله للجمهور دوركم مهم جدا من اول ما لعبت السنغال تنزل تستكشف الملعب وتشوف الارضيه كده بينزلوا في الاول وحاطين السماعات والجو ضغط رهيب على الناس دي ما يحسوا ان هم فعلا في ملعب هتقول لي بقى ما فيش رعب ومش عارف ايه والكلام والانش لا بلعب رعب ويحسوا ان هم يتوتروا من اول دقيقه قسموا الماتش ما تتعبوش نفسكم زي ما الكابتن كان بيقول من الساعه 2 ويفضلوا يهتفوا ويعملوا ويتعبوا لا اتمنى تسهيل دخول الناس دي من اكتر من بقى عشان ما يجهدوش في عمليه الدخول والكلام ده ويجوا جوه تلاقي الناس ريحت لان دورهم مهم جدا. املنا ان المنتخب باذن الله يصعد. انا واثق وما اعرفش عندي احساس كده ان احنا ربنا هيكرمنا وهنحتفل زي ما عويس كان بيتكلم هنا في قناه الاهلي باذن الله نعمل احتفاليه كبيره بصعود منتخب مصر. والله وعدك ابو علي باذن الله كابتن انا هفكر يعني حضرتك على قد ما اقدر هنشوف الماتش هنا باذن الله. يعني بص مش احنا بنعمل حلقه اكتر حلقه بتبقى باربعه لو اقدر اجيب 20 هجيب 20. لا لا مش قصدي مين موجود انا قصدي ان باذن الله هنا في القناه نعمل احتفاليه عظيمه وانا انا متفائل خير ان احنا باذن الله هنصعد كابتن 29. ورسالتي للعيبه انتوا لعيبه كبيره واسماء كبيره الناس كتيره قوي مستنيه تفرحوها. الشعب المصري من ضمن اسباب الفرح عنده كره القدم ف يعني انتوا في ايديكم تفرحوا زي ما حضرتك قلت 100 مليون او 103 مليون فلازم يبقى عندكم رساله عظيمه جدا بصعود منتخب مصر باذن الله وتفرحوا الشعب المصري كله. الحقيقه انا استمتعت معاكم جدا النهارده. اشكرك جدا يا عبد الحكيم. اشكرك جدا يا خالد. اشكرك جدا يا عويس. اشكرك جدا يا ابو علي. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه الهامه جدا والصعبه جدا الحقيقه. ان شاء الله يوم الجمعه وبعد يوم الجمعه ان شاء الله نتكلم على مباراه يوم الثلاث القادم. مسانده ودعم دائمين لمنتخبنا. ان شاء الله لاعبتنا يبقوا قد المسؤوليه وهم عارفين كويس جدا 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 قد ايه ال 103 مليون مستنيين منتخبنا الوطني في كأس العالم 2022. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره تبقى حلقه نهايه الاسبوع. اشوف حضراتكم بكره على خير وحلقه جديده ان شاء الله من البيت الكبير.